الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلاب وأطباء طب الفم والأسنان في International Online Dental Uses Congress في نسختي الأولى من اتحاد الجامعات العلمية لطب الأسنان وحديث التخرج والتابع لـ EADS Egyptian Association of Dental Students، وهي الجهة العلمية الوحيدة الموثقة في مصر والتابعة للاتحاد العلمي فيما يحط الطالب وحديث التخرج داخل الجامعات المصرية. وهدفنا هو تطوير وتعليم طلاب الأسنان في جميع مجالات الأسنان، كما نهدف إلى تطوير الطلاب في أجزاء أخرى مثل السوفت سكيلز. ونحن متواجدين الآن في أكثر من 33 جامعة، ويتضمن المؤتمر أكثر من 100 دكتور من مصر وخارج مصر من الدول العربية والإفريقية المختلفة من كبار الدكاترة والأساتذة المتواجدين، وسوف تحصل على شهادة معتمدة بعد حضورك نسب الحضور المطلوبة للمؤتمر. وهناك سحبات يومية تصل قيمتها المالية إلى 4000 جنيه مصري، وإجمالي السحبات في المؤتمر تصل إلى 50000 جنيه مصري. نعلن عن الشراكة بيننا وبين دول لبنان، فلسطين، السودان، رواندا، قطر، السعودية، تونس، المغرب، تنزانيا. نتشرف بالإعلان عن بورد الرسمي للمؤتمر رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح صدقة، الرئيس الشرفي للمؤتمر الدكتور حاتم الجندي، السكرتير العام للمؤتمر الأستاذ الدكتورة هالة هزاع، اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتورة عليا محروس، المشرف الأكاديمي الأستاذ الدكتور جعيان الجندي، الضيف الشرفي للمؤتمر الأستاذ الدكتور شذا حمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الرحمن الخولي، مدرس مساعد علاج جذور كلية طب أسنان جامعة قناة السويس، وسيلفر ممبر في الإكسلنس إن إندونتكس فيسبوك جروب. شرفني إن أنا أكون معاكم ضمن الـ IODYC المنظم بواسطة الـ EADS والإيجيبشن أسوشيشن أوف دنتال ستودنتس، واللي معتمد من الـ FDI والاتحاد العالمي لأطباء الأسنان. شرف كبير لي ان انا انضم ليك والله، ومبسوط جدا ان انا المره الثانيه بشارك. المره اللي فاتت كانت المشاركه في المقر كان اوفلاين، كان محاضره حضوري. دي ثاني مره اشارك معاكم في المؤتمر. شرف لي ان انا اشارك والله معاكم، ومبسوط جدا بالمشاركه دي. بنبه بس على كل الحضور ان عشان تستلم شهاده حضور المؤتمر اعمل لايك وشير وكومنت للبوست او لللايف، وفي الاخر جوجل فورم في الاخر هنملاها. الجوجل فورم دي فيها سؤالين هنجاوب عليهم ونملى فيهم الداتا بتاعتنا عشان نشارك في المسابقه بتاعه المؤتمر. اوكي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مع حضرتنا هنتكلم عن الـ MTA Endodontics. خلاص، دي جامعتي، جامعة قناة السويس، بتشرف إن أنا عضو فيها، مدرس مساعد في كلية طب أسنان. دي كليتي حبيبة كلية طب أسنان جامعة قناة السويس، وده الجروب بتاعنا Excellence in Endodontics. ده فيسبوك جروب مخصص للإندونتكس أونلي. احنا دلوقتي عدينا حاجز ال 100,000 ممبر، دي الحمد لله إنجاز كبير حققناه. الجروب بتاعنا من أكبر الجروبس على الفيسبوك على السوشيال ميديا بالنسبة للإندونتكس. بدعو كل الناس اللي شايفيني حاليا انضموا معانا للجروب. طيب، ايه هي بقى الاوتلاينز بتاعت المحاضره بتاعتنا؟ اول حاجه هنتكلم انتروداكشن، كومبوزيشن، سيتنج رياكشن، بروبرتيز اوف ام تي اي، ميكانيزم اوف اكشن، كلينيكال ابلكيشنز، افيلابيليتي اوف ام تي اي، دروباكس اند امبروفمنتس.
ايه هو الام تي اي؟ هو مينرال ترايبسايد اجريجيت. مينرال ترايبسايد اجريجيت هو عباره عن ايه؟ الام تي اي او المينرال ترايبسايد اجريجيت عباره عن ثلاث حاجات: بورتلاند سمنت، بيسمس اوكسايد، اند جبسون. البورتلاند سمنت اللي هو المكون الرئيسي، البيسمس اوكسايد راديو باسيفاير عشان الام تي اي بتاعنا يظهر راديو في الاكس راي، والجبسم اللي هو الكالسيوم سلفيت. الام تي اي اهم حاجتين فيه ان هو هيدروليك او هيدروفيلك، ان هو بيحب الميه، والتاني حاجه ان هو بيكون الكالسيوم هيدروكسايد. يبقى اهم حاجه فيه حاجتين: الهيدروفيلك نيتشر بتاعته، وتاني حاجه الفورميشن بتاع الكالسيوم هيدروكسايد. هنعرف بالتفصيل كل الكلام ده، تمام؟ يبقى الام تي اي عباره عن ثلاث حاجات: بورتلاند سمنت، بيسمس اوكسايد، اند جبسم. طيب نرجع بقى للهيستوري بتاع الام تي اي. والام تي اي ده طلع امتى؟ مين اللي اكتشفه؟ اول حاجه احنا قلنا الام تي اي عباره عن ايه؟ بورتلاند سمنت. مين اول واحد اشتغل ببورتلاند سمنت؟ دكتور وايت سنه 1878 اشتغل على استخدام البورتلاند سمنت كفيلنج للروت كانالز. دكتور محمود دربنجيه بقى ودكتور دين وايت سنه 93 اللي طلعوا مصطلح الام تي اي، هم اللي عملوا الخلطه بتاعت الام تي اي اللي هي البورتلاند سمنت مع البيسموس اوكسايد مع الكالسيوم سلفيت، خلطوا الثلاثة مع بعض وطلعوا لنا مادة الـ MTA. ده كان سنة 93، كان دكتور طرابنجات طبعا المعروف ودكتور دين وايت، تمام. بعد كده ايه اللي حصل؟ شركة دين سبلاي طلعت المنتج بتاعها اللي هو البرو روت MTA، ده كان جراي سنة 98. بعد كده سنة 2001 شركة انجلس طلعت الجراي MTA بتاعها برضو تبع شركة انجلس. بعد كده لقوا ان الجراي MTA بيعمل ديسكريشن فقالوا نطلع الوايت ام تي اي، طلع سنه 2002. وبعد 2002 طلع منتجات كتير قوي، بس كانت البدايه من البرودوت ام تي اي اللي هو لونه جراي، تمام. طيب تاني احنا قلنا الام تي اي عباره عن ايه؟ عباره عن بورتلاند سمنت وبسمس اوكسايد كالسيوم سلفيت. تعالى نمسك البورتلاند سمنت كده الاول. البورتلاند سمنت دي عباره عن ايه؟ اللي هو الاسمنت. الاسمنت عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاوكسايدز، كالسيوم اوكسايد وسيليكون اوكسايد واذر تريس اوكسايدز، بس المين كومبوننت بتاعه ايه؟ الكالسيوم اوكسايد والسيليكون اوكسايد، يعني كالسيوم وسيليكون. خلاص لما اعمل ميكشر للاوكسايدز اللي موجوده دي بيطلعوا لي تراي كالسيوم سيليكيت، داي كالسيوم سيليكيت، تراي كالسيوم الومينيت، اند تترا كالسيوم الومينوفرايت. يبقى البورتلاند سمنت اللي هي المكون الرئيسي بتاع الام تي اي عباره عن ايه؟ اوكسايدز. الاوكسايدز دي لما بجمعها وبخلطها على بعضها بيطلع لي تراي كالسيوم سيليكيت، داي كالسيوم سيليكيت، تراي كالسيوم الومينيت، اند تترا كالسيوم الومينوفرايت، تمام؟ تمام. طيب ده الكيميكال كومبوزيشن بتاع الجراي ام تي اي والوايت ام تي اي. زي ما قلنا احنا قلنا عباره عن ايه؟ الام تي اي بورتلاند سمنت، بسمس اوكسايد وكالسيوم سلفيت. طيب البورتلاند سمنت قلنا عباره عن ايه؟ اوكسايدز، كالسيوم اوكسايد زي ما احنا شايفين اول حاجه، سيليكون دايوكسايد، تمام، البسمس اوكسايد، الومنيوم اوكسايد، واذر تريس اوكسايدز. وموجود معانا ايه؟ كالسيوم سلفيت، تمام. طيب لو لاحظنا الفرق كده بين الجراي ام تي اي واللايت ام تي اي، تعال نركز كده. شايفين الفيرس اوكسايد؟ الفيرس اوكسايد كان في الجراي ام تي اي 4.39% بقى 0.4 في الوايت ام تي اي. فالفيرس اوكسايد هو ده الفرق بين الجراي ام تي اي واللايت ام تي اي، خلاص. فالفرق بين الاثنين في الفيرس اوكسايد، شالوا الفيرس اوكسايد من الجراي ام تي اي وطلعوا بيه الوايت ام تي اي، اوكي. طيب الام تي اي بيحصل له حاجه اسمها سيتنج رياكشن. السيتنج رياكشن بتاعه ليه مسمى كده بنقول عليه هايدريشن رياكشن، من اسمها هايدريشن، يعني بنعمل له ميكسنج مع الووتر. هايدريشن يعني بنعمل له ايه؟ ميكسنج مع الووتر. طيب الهايدريشن رياكشن بتاعه عباره عن ايه؟ زي ما قلنا ان بورتلاند سمنت عباره عن ايه؟ تراي كالسيوم سيليكيت وداي كالسيوم سيليكيت وتراي كالسيوم الومنيت، ومعانا الجبسم ومعانا البسمس اوكسايد. ناخد واحده واحده كده. التراي كالسيوم سيليكيت مع الووتر هيطلع لي حاجه اسمها كالسيوم سيليكيت هيدريت ومعاها كالسيوم هيدروكسايد. طيب الداي كالسيوم سيليكيت لما نعمل ميكشر مع الووتر يطلع كالسيوم سيليكيت هيدريت وكالسيوم هيدروكسايد. التراي كالسيوم الومينيت مع الجبسم مع الووتر يطلع لي حاجه اسمها الاترنجايت. يبقى المواد الخام اللي هي الرو ماتيريال بتاعت البورتلاند سيمنت اللي هي التراي كالسيوم سيليكيت والداي كالسيوم سيليكيت لما حصل لها رياكشن مع الووتر طلعت لي كالسيوم سيليكيت هيدريت، واهم حاجه طلعتها عندي ايه؟ الكالسيوم هيدروكسيد، تمام. تمام. طيب ده شكل الام تي اي بعد ما حصل له سيتنج تحت السكاننج الكترون مايكروسكوب. في شكل كده اللي هو الشكل اللي هاني كامب ابييرنس ده، الشكل ده هو الكالسيوم سيليكيت هيدريت، كالسيوم سيليكيت هيدريت. طب ايه هي البليتس او الهكساجونال بليتس اللي موجوده دي؟ ديت الكالسيوم هيدروكسيد. يبقى عباره عن ايه؟
هاني كامب ابيرنس من الكالسيوم سيليكيت هيدريت عليه هيكساجونال بليتس اللي هي الكالسيوم هيدروكسيد. تمام. طيب اما نيجي نشوف بقى الفرق بين الانهايدريتد والهايدريتد ام تي اي، ايه الفرق في الكومبوزيشن بتاعهم؟ زي ما احنا شايفين الترايكالسيوم سيليكيت والدايكالسيوم سيليكيت في الانهايدريتد كبير جدا، لما بنعمل لهم ميكشر مع الووتر يطلع لنا ايه الكالسيوم هيدروكسيد، ويطلع معانا ايه تاني الكالسيوم سيليكيت هيدريت زي ما احنا شايفين هنا كده. الكالسيوم هيدروكسيد كان زيرو، لما عملنا ميكشر مع الووتر طلع كالسيوم هيدروكسيد، وبرده نفس الكلام كالسيوم سيليكيت هيدريت ما كانتش موجوده، طلعت بعد الايه الرياكشن. تمام. طيب ناخد بالنا من نقطه ان في عندنا هنا جزء بتاع البسمس اوكسايد داخل في الرياكشن ولسه في ريمننت موجود. البسمس اوكسايد ده هنتكلم عليه في الاخر، ان ده هو ده اللي بيسبب الديسكالريشن بتاع الام تي اي، ده اللي بيسبب الديسكالريشن بتاع الام تي اي. خلاص. يبقى دلوقتي في عندنا الام تي اي قبل ما اعمل له هايدريشن رياكشن عباره عن ترايكالسيوم سيليكيت، ترايكالسيوم سيليكيت وبسمس اوكسايد، وعندنا كالسيوم سلفيت. لما حطيناه عملنا له رياكشن مع الووتر ايه اللي حصل؟ كون لنا كالسيوم هيدروكسيد وكالسيوم سيليكيت هايدريت. ماشي. تيجي نتكلم بقى عن البروبرتيز بتاعت الام تي اي، ايه الحلو في الام تي اي؟ الناس كلها بتتكلم عن الام تي اي، ايه المميزات بتاعه؟ ايه البروبرتيز بتاعته؟ اول حاجه هنتكلم عليها السيتنج تايم والسيتنج اكسبانشن. زي ما اغلبنا عارف ان الام تي اي سيتنج تايم بتاعه طويل قوي، ودي اهم عيوب ان الام تي اي عنده لونج سيتنج تايم، ودي اكبر عيب فيه اللي هو عنده لونج سيتنج تايم. طيب السيتنج تايم بتاعه قد ايه تقريبا؟ بنتكلم في حوالي 160 دقيقه، يعني بنكفي حوالي 3 ساعات، حوالي 3 ساعات يعني سيتنج تايم. مين اللي يستحمل انه يقعد جنب الام تي اي 3 ساعات؟ طيب الفكره برضو في حاجه، هو السيتنج تايم بتاعنا ده ذا فاكتور اوف ايه اللي هو الووتر باودر ريشيو. لو انت مش ظابط الووتر باودر ريشيو او باودر ووتر ريشيو عندك، برضو السيتنج تايم هيطول او هيقل حسب الريشيو اللي انت عامله، لو سواء مظبوط ولا مش مظبوط. ايه تاني ميزه مهمه جدا 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 في الام تي اي؟ ايه هي؟ انه بيحصل له حاجه اسمها سيتنج اكسبانشن، يعني بعد ما بيحصل له سيتنج بيحصل له اكسبانشن، على عكس الماتيريالز مثلا زي الريزن وكده ما بيحصل لها سيتنج، بيحصل لها بوليمرايزيشن، بيحصل لها ايه شرينكج. طب ايهما افضل بالنسبه لي، الاكسبانشن ولا الشرينكج؟ الاكسبانشن طبعا، الاكسبانشن يديني مور سيل ويقلل لي ليكج عن الريزن اللي بيحصل له شرينكج. ماشي. يبقى اول حاجه اتكلمنا عليها السيتنج تايم والسيتنج اكسبانشن. بعد كده السوليوبيليتي، هي الماتيريال اللي انا هستخدمها دي انا عايز اعرف السوليوبيليتي بتاعتها عاليه ولا واطيه ولا ايه بالظبط. اول حاجه السوليوبيليتي هي الاماونت اوف ذا سبستنس ذات كان بي ديزولفد ان ا جيفن اماونت اوف سولفنت. لما شافوا بقى السوليوبيليتي بتاعت الام تي اي لقوا ان هو عنده لو او نو سوليوبيليتي، وان مع اللونج تيرم ستادز وكده لقوا ان السوليوبيليتي بتاعته بتزيد. ليه؟ مع كاي فيلنج بيتحط مثلا او اي انتونتنج ماتيريال بتتحط مع الوقت ممكن يحصل كورونال ليكج فالسوليوبيليتي ممكن تزيد. تمام. يبقى انا بالنسبه لي الماتيريال اللي هستخدمها انا عايز ما تبقاش سوليوبل. ليه ما يبقاش سوليوبل؟ عشان لو حصل لها ديسوليوشن ودابت هيحصل ليكج وبعد كده يحصل فيلنج. ماشي. فكده السوليوبيليتي بتاعته نو او لو سوليوبيليتي. حلو جدا. الباودر والووتر ريشيو ده طبعا بيأثر على الاماونت اوف سوليوبيليتي، كل ما الموتر تزيد كل ما السوليوبيليتي بتزيد، كل ما البوروزيتي تزيد. ايه تاني؟ لما جم قال لك ان احنا حطينا البسمس اوكسايد، احنا ما حطيناهوش كبسمس كراديو باسيفاير بس، احنا حطيناه كمان عشان هو حاجه انسوليبل، وبالتالي هتزود الانسوليبيليتي بتاعت الام تي اي. ماشي. طيب نتكلم عن الفليكشر سترينث. تروبنجاد وشبيان ريكومندد بليسنج ا ويت كوتون بليت اوفر ذا جري ام تي اي وين يوزد ان بيرفوريشن ريبير. اي حاجه انا عايز استخدمها في بيرفوريشن كاريب، بيرفوريشن ريبير ماتيريال او بالب كارينج ماتيريال لازم يكون عندها فليكشر سترينث عالي. ليه فليكشر سترينث عالي؟ عشان تستحمل الفانكشن، عشان تستحمل الفانكشن ما يحصلهاش، ما يحصلش فيها كراكس، ما يحصلهاش ديسلوجمنت، فانا محتاج فليكشر سترينث عالي. طيب هاو تو انكريز ذا فليكشر سترينث بتاع الام تي اي؟ هو الفليكشر سترينث بتاع الام تي اي لوحده كده برده مش قوي قوي. لما احنا بنحط بقى نعمل ابلكيشن على الويت كوتن بليت على الام تي اي لمده 24 ساعه ده بيعلي جدا الفليكشر سترينث بتاعه. طيب يبقى ديت تب نقدر نعملها في العياده. لما اجي احط الام تي اي لازم احط ويت كوتن بليت لمده 24 ساعه، بعد كده اجيب العيان اشيل الويت كوتن ديت، بعد كده اعمل الفيلنج بتاعي او الريستوريشن بتاعتي. طيب حاجه ثانيه البوش اوت بوند سترينث، هي اي برضه فيلنج ماتيريال لو انا جيت وعرضتها الفورس عملت عليها بريشر عملت عليها ستريس
ايه اللي يضمن لي ان الماتيريال دي ما يحصلهاش ديسلوجمنت وتطلع من مكانها؟ يبقى لازم الماتيريال بتاعتي يكون عندها بوش اوت بوند سترينس عالي. لو انا حاطط ام تي اف برفوريشن، ايه اللي يضمن لي الام تي اي ده ما يحصلوش ديسلوجمنت ويطلع من البرفوريشن؟ ايه اللي يضمن لي كده؟ لازم يكون عندي مينيمم سيكنس. المينيمم سيكنس بتاع الام تي اي بنتكلم في، لو انا هستخدمه في ابيكال بلاد زي ما هنتكلم بعد كده، بنتكلم في 4 مللي. ال 4 مللي دي ليه؟ عشان ما يحصلهاش ديسلوجمنت. لذلك احنا بنتكلم في ايه؟ ان احنا محتاجين نزود السيكنس بتاع الام تي اي عشان هو عنده لور بوش اوت بوند سترينث. يبقى هو عنده لور بوش اوت بوند سترينث مقارنه بمين؟ بالاي ار ام والسوبر اي بي اي. طب عشان ازود بقى البوش اوت بوند سترينث اعمل ايه؟ ان انا لازم يكون عندي سيكنس من الام تي اي كفايه. وتاني حاجه زي ما قلنا عشان ازود السترينث، ان انا احط ويت كوتون بليت موجوده في الاوبريشن سايد. يبقى لما احط ويت كوتون بليت انا بزود البوش اوت بوند سترينث. تمام. حاجه كمان من البروبنس بتاعت الام تي اي، بي اتش، دي من اكتر الحاجات المهمه جدا 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 عن الام تي اي. ايه هي البي اتش؟ طيب تفتكروا البي اتش بتاعت الام تي الكالاين ولا اسيدك؟ الكالاين. احنا بنتكلم افتر ميكس بنتكلم في البي اتش حوالي 10. طيب 10 دي الكالاين ولا اسيدك؟ الكالاين. وبعد ما بيحصل له سيتنج بعد 3 ساعات بنتكلم بقت 12. طب حد يقدر يقول لي هي بقت 12 ليه؟ ازاي؟ هي مش 10 بعد الميكسنج، هي بتزيد ليه؟ زي ما نفتكر كده في الهايدريشن رياكشن، لما قلنا ان التراي كالسيوم سيليكيت والداي كالسيوم سيليكيت لما بيتفاعلوا مع الووتر ايه اللي بيطلع؟ كالسيوم سيليكيت هيدريت ومعاه ايه؟ كالسيوم هيدروكسيد. والكالسيوم هيدروكسيد اللي بيطلع ده مش الكالاين؟ الكالاين. يبقى الالكالينيتي مالها؟ بتزيد. طب هي الالكالينيتي دي هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا في ايه الالكالينيتي دي؟ كل ما تزيد الالكالينيتي او تزيد البي اتش، كل ما يزيد الانتي بكتيريال افكت، كل ما تزيد البروبرتيز بتاعت الام تي اي، كل ما تكون البي اتش الكالاين، كل ما الايه؟ البروبرتيز بتاعت الام تي اي تبقى افضل ما يمكن. تمام؟ طيب يبقى كل ما البي اتش بتاعتي تزيد يعني تبقى الكلاين، كل ما الام تي اي تبقى البروبرتيز بتاعته احسن ما يكون. طيب كل ما تقل كل ما البروبرتيز بتاعته تقل. طيب انا محتاج دلوقتي عشان احط ام تي اي لازم تكون الميديا اللي حواليا تكون ايه؟ الكلاين. تمام. هنتكلم عن الموضوع ده برضو بعدين. راديو باستي، انا برضو اي ماتيريال احطها في الكنال او احطها في برفوريشن احطها في اي مكان، محتاج ان هي تكون راديو اوبيك عشان اشوف هي جوه ولا حصل لها اكستروجن ولا راحت فين بالظبط، ولا حصل لها وش اوت ولا راحت فين. لا، زي ما قلنا كده في الكومبوزيشن بتاع الام تي اي هو عباره عن ايه؟ تلات حاجات. ايه هم؟ بورتلاند سمنت وبسمس اوكسايد وكالسيوم سلفيت. البسمس اوكسايد قلنا وظيفته ايه؟ راديو اوباسيفاير، يعني راديو اوباسيفاير عشان يطلع الام تي اي عندنا راديو اوبيك في الاكس راي. اوكي ماشي. الماتيريال يبقى كده الام تي اي راديو اوبيك. البارتكل سايز، هل البارتكل سايز هيفرق معايا في البروبس بتاعت الام تي اي؟ طبعا. كل ما يبقى البارتكل سايز قليل كل ما هياثر على السترينث بتاعي، هياثر على الهاندلنج وهكذا. ازاي؟ السمولر بارتكلز هتزود السيرفيس اريا، فالسيرفيس اريا لما تزيد الميكسنج بتاعي هيبقى اسهل. كل ما يبقى السترينث بتاعي ايرلير كل ما يبقى عندي ايز اوف هاندلنج، كل ما يبقى السيلينج ابيليتي بتاعتي افضل. على عكس اللارجر بارتكلز، اللارجر بارتكلز مش هتخليني اوصل للسترينث بتاعي بدري، والهاندلنج بتاعي هيبقى اصعب والسيلينج هيبقى اعلى. تمام. وده هنلاقيه يعني مثلا في الوايت ام تي اي، البارتكل سايز بتاع الوايت ام تي اي اصغر من البارتكل سايز بتاع الجري ام تي اي، وبالتالي مانيبيوليشن والسترينث بتاع الوايت ام تي اي افضل. ايه تاني؟ البوروزيتي. زي ما اتكلمنا عن السوليوبيليتي، كنا بنقول السوليوبيليتي دي معناها ايه؟ ان الماتيريال دي اماونت اوف ذا ماتيريال بيحصل لها ديزولفنج فين؟ في ليكويد. طيب كل ما الماتيريال بتاعتي دي يبقى فيها ووتر ازيد، كل ما السوليوبيليتي بتاعتها تزيد كل ما يحصل بوروزيتيز اكتر. ايه تاني؟ لو حصل انترابمنت وانا بعمل ميكسنج الاير بابلز، نفس الكلام، الانترابمنت بتاعت الاير بابلز دي هتزود البروز. ايه تاني؟ الاسيديك بي اتش، كل ما البي اتش تبقى اسيديك كل ما يحصل بروز. زي ما اتكلمنا الام تي اي محتاج الميديا اللي حواليه كلها تبقى ايه؟ تبقى الكلاين. تمام. طيب الاسيديك بي اتش هتاثر على البروز؟ اه هتاثر، هتزود البروز. ايه تاني؟ المايكرو هاردنس بتاعت الماتيريال. الام تي اي بعد ما بيحصل له هيدريشن بيتكون من ايه؟ نيد لايك اند كيوبيك كريستلز، زي ما كنا بنقول كده اللي هو الهاني كامب ابييرنس والهكساجونال بليتس اللي موجوده، الكريستلز اللي موجوده دي بتزود المايكرو هاردنس بتاعتها. ايه الحاجات اللي بتاثر على المايكرو هاردنس؟ طب ليه المايكرو هاردنس دي مهمه؟ المايكرو هاردنس دي مهمه عشان دي من السيرفيس بروبرتيز، ميكانيكال بروبرتيز بتاعت الماتيريال. كل ما يزيد المايكرو هاردنس كل ما يزيد الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الماتيريال، ما يحصلهاش ديفورميشن وما يحصلهاش ديس انتجريشن بسهوله.
طب ايه الفاكتورز اللي بتاثر على المايكرو هاردنس؟ اول حاجه البي اتش، زي ما قلنا كل ما البي اتش تكون الكالاين كل ما تكون اعلى. الثيكنس، كل ما الثيكنس يزيد كل ما المايكرو هاردنس يزيد. البريشر نفس الكلام. الاماونت اوف انترابد اير، لو في عندي اير بابلز كتير المايكرو هاردنس بتقل. الهيوميديتي برضه زي ما قلنا، حته ان انا احط ويت كوتون على الام تي اي كل ما يحسن البروبرتيز بتاعتي. الاسيد اتشنج، التمبريتشر، وهكذا. كل الفاكتورز دي بتاثر على المايكرو هاردنس. معلش استحملوني انا بتكلم في شويه حاجات ممكن تفتكروها غلسه شويه في الاول، بس الحاجات دي هتوصلنا لاهم حاجه في الموضوع بتاعنا او للمحاضره بتاعتنا، اللي هي الابلكيشنز بتاعت الام تي اي. انا عايز ايه من الام تي اي في كل حته في الابلكيشنز اللي هنتكلم عليه، عايز ايه فيه، يعني عايز اعرف البروبرتيز بتاعته، هو وظيفته ايه، بيعمل ايه، فلازم افهم البروبرتيز بتاعته الاول. طيب المارجنال ادابتيشن والسيلينج ابيليتي، ماتيريال هستخدمها كبرفوريشن ريبير، ماتيريال هستخدمها ككابينج ماتيريال، ماتيريال هستخدمها كام تي اي بلوج. الكلام ده كله لازم يكون عندها مارجنال ادابتيشن والسيلينج ابيليتي عاليه جدا. طيب تيجي نشوف الاستادز اللي اتعملت على الموضوع ده. ترابنجان ايتال عملوا استادي، كانوا بيشوفوا بيقارنوا بين الام تي اي والامالجم والسوبر اي بي اي والاي اي ار ام، وبيشوفوا السيلينج بتاع كل واحد فيهم، بيشوفوا الجاب اللي موجوده في كل واحد فيهم، لقوا ان الام تي اي سيلز فيري سوبيريرلي وذاوت جابس كومبيرد تو ذا امالجم والسوبر اي بي اي. اذا الماتيريال دي بتعمل سيلينج كويس جدا. ايه تاني؟ الباتس ايتال شاف ان في الام تي اي في كاروت فين كاروت اند فيلينج ماتيريال، لما نيجي نعمل سيرجري ابيسيكتوم ونيجي نعمل ريترو بريباريشن ونيجي نحط ريترو فيلينج ونيجي نحط الام تي اي، لما جه يقارن الام تي اي بالامالجم بالسوبر اي بي اي لقى ان الام تي اي اعلى بكتير من التراديشنال روت اند فيلينج ماتيريال. ايه تاني؟ زي ما كنا بنتكلم في سيتنج تايم، قلنا ان في حاجه اسمها سيتنج اكسبانشن، قلنا السيتنج اكسبانشن ده بيحسن السيل على عكس الماتيريالز اللي بيحصل لها شرينكج، وبالتالي الاكسبانشن بتاع الام تي اي بيحسن لي جدا السيلينج ابيليتي بتاعتي. حاجه كمان، ايه اللي ممكن ياثر على السيلينج ابيليتي بقى بتاع الام تي اي؟ لو انت حاطط انترا كانال ميديكيشن بعد كده شلت الايه؟ الانترا كانال ميديكيشن ده، هل انت شلته 100%؟ هل انت متاكد انك شلته 100%؟ لا. طيب الحاجات الريمننت بتاعت الانترا كانال ميديكيشن او كاسا متساد ميديكيشن ده هتنترفير ولا لا مع الام تي ادابتيشن؟ طبعا هتنترفير، وهتنترفير مع السيلينج ابيليتي. عشان كده حاول على قد ما تقدر، حاول تشيل الكاسا متساد والانترا كانال ميديكيشن كله من الكانال باغلب الطرق اللي ممكن تستخدمها، زي الاكتيفيشن التراسونيك او سونيك اكتيفيشن او اجيتيشن بالماستر كون ايا كان، بس تحاول على قد ما تقدر تعمل اكتيفيشن للايرجنت عشان تطلع ريمننت عشان ما ياثرش على الادابتيشن بتاع الام تي. تمام. طيب ماذا عن الانتي بكتيريال والانتي فانجل بروبرتي؟ هل الماتيريال دي ليها انتي بكتيريال افكت؟ زي ما قلنا احنا البي اتش بتاعتنا اخبارها ايه؟ الكلاين. هل الالكالينتي دي بتاثر على البكتيريا في حاجه؟ اه طبعا بتاثر، كل ما الالكالينتي تزيد كل ما الانتي بكتيريال افكت بتاعنا يزيد. طب هل ده يقول لي ان الام تي اي ده ليه انتي بكتيريال افكت عالي قوي؟ لا مش قوي. ترابنجان ايتال لما جم يشوفوا الانتي بكتيريال افكت بتاع الام تي اي لقوا ان هو جاست يعني افكتيف ضد 5 اوف 9 فاكولتيف بكتيريا، يعني بيشتغل على 5 من 9 انواع من البكتيريا الفاكولتيف، 5 بس فاكولتيف بكتيريا. طب ماذا عن البكتيريا اللي جوه الروت كانال؟ هي هتبقى فاكولتيف بكتيريا بس؟ لا، احنا عندنا ستريكت انيروبيك بكتيريا. الستريكت انيروبيك بكتيريا لما جينا نعمل استادي عشان نشوف الافكت بتاع الام تي على البكتيريا اللي الستريكت انيروب دي، لقينا ان هو ملوش افكت على الانيروبيك بكتيريا، بات ستيل هو ليه افكت على 5 اوف 9 فاكولتيف سبيشيز من البكتيريا. طيب ده بسبب ايه؟ ده بسبب البي اتش العاليه بتاعته. ماشي. ايه تاني؟ الباي كومباتيبلتي، اي ماتيريال هتستخدمها فوق العيان، اي ماتيريال هتستخدمها فوق العيان لازم تكون باي كومباتيبل ولا لا؟ احنا بنتعامل مع فايتال تيشوز، فايتال ستراكشرز، بني ادمين، خلاص بنتعامل مع فايتال تيشو، لازم تكون الماتيريال دي باي كومباتيبل، ما يبقاش ليها اي سيتوتوكسيك افكت ولا ميوتوجينيك افكت نهائيا. كاترينج اند تروبنجاد استادد الباي كومباتيبلتي بتاعت الام تي ولقوا ان الام تي اي از نوت ميوتوجينيك اند از ليس سيتوتوكسيك ذان السوبر اي بي اي والاي ار ام. خلاص يبقى الباي كومباتيبلتي بتاعت الام تي اي جميل، الانتي بكتيريال افكت حلو، السيلينج ابيليتي حلو، البي اتش بتاعته عاليه، الماركر هاردنس تمام، الاستنس بتاعه كويس، قلنا نعمل ايه عشان نزود كل حاجه في دول. السيتنج تايم اه مش حلو، بس عنده حاجه اسمها سيتنج اكسبانشن، يبقى انا بفهم البروبرتيز الاول بتاعت الماتيريال اللي هشتغل بيها عشان اعرف اطبقها ازاي واختار السيتويشن المظبوط بتاعها وانا بستخدمها.
تمام. طيب التيشو ريجنريشن، هل الام تي اي عنده الابيليتي انه يعمل تيشو ريجنريشن؟ طبعا الام تي اي اسكابل اوف اكتيفيشن اوف سيمنتوبلاستس اند برودكشن اوف سيمنتم. ازاي يعني كده؟ انا ممكن اقدر استخدمه في البارت كابنج عشان يكون لي كاسيفيك بارير؟ اه طبعا. ليه؟ انه عنده ايه الكابابيلتي اوف اكتيفيشن السيمنت بلس والبرودكشن بتاع السيمنتم، ويقدر يعمل لي ريجنريشن البريدونتال ليجمنت ده لو انا حطيته كابيك ام تي ابيكال بلاد. طب لو انا حطيته في بالب كابنج هيفرق معايا في ايه؟ بينديوس الكالسيفيك بارير فورميشن. يبقى انا عندي ماتيريال تقدر تعمل لي تيشو ريجنريشن، سواء حطيتها تحت عند الجزء الابيكال او حطيتها في بالب كابنج او حطيتها في بيرفريشن، عندها الكابابيلتي ان هي تعمل ايه؟ اندكشن لكالسيفيك بارير. حلو قوي. يبقى الماتيريال البروجريس بتاعتها ما شاء الله حلوه جدا. المينراليزيشن نفس الكلام، المينراليزيشن هل الام تي اي بينديوس المينراليزيشن؟ اه طبعا. زي ايه؟ اي ماتيريال مثلا كنت بستخدمها زي ما بنقول في البالب كابنج، انا محتاج ان هي تعمل لي مينراليزيشن وبارير او دنتين بريدج فورميشن. الدنتين بريدج فورميشن ده بيتكون مع الام تي اي وبيتكون مع الكالسيوم هيدروكسايد. زمان كنا بنعمل بالب كيبنج بالكالسيوم هيدروكسيد. طب ايه الفرق بين البالب كيبنج بتاع الكالسيوم هيدروكسيد والام تي اي؟ الام تي اي بيكون البارير ده او البريدج فورميشن ده اسرع ويكون اتخن من اللي هيكونه الكالسيوم هيدروكسيد. ازاي؟ هو كده الاستاديز بتقول كده، بتقول ان الام تي اي بينديوس الكالسيفيك بارير او الدنتين بريدج فورميشن فاستر اند ثيكر ذان الكالسيوم هيدروكسيد. ايه تاني؟ الكالسيوم هيدروكسيد لما بتحطه على يعني بتيجي تعمل بالب كيبنج بيعمل انفلاميشن او بيعمل لاير اوف نيكروزس في اللاير بتاعت البالب اللي هي فيسنج الكالسيوم هيدروكسيد. الام تي اي ما بيعملش كده. ايه تاني؟ الكالسيوم هيدروكسيد ممكن يعمل كالسيفيكيشن، يعمل انترنال ريزوربشن، يعمل هايبريميا. الكلام ده كله كان في الكالسيوم هيدروكسيد. انا دلوقتي عندي اوبشن اسمه الام تي اي. الام تي اي احسن بكتير في ايه؟ زي ما قلنا بيكون ريباراتيف دنتين او الدنتين بريدج فورميشن فاستر وثيكر من غير انفلاميشن، من غير كالسيفيكيشن، من غير انترنال ريزوربشن، من غير نكروس. ضروري نعرف الفرق بين الاثنين. تمام. طيب ايه تاني؟ طب هل الام تي اي ده بيحصل رياكشن ما بينه وبين الدنتال ماتيريالز، يعني الريستوراتيف ماتيريالز مثلا، يعني الكومبوزيت ريزن، جلاس هينومر، هل بيحصل اي انترفيرنس ما بينهم؟ لا، ما بيحصلش اي انترفيرنس ولا اي رياكشن ما بينه وبين الماتيريالز. خلاص. طيب الميكانيزم اوف اكشن، الماتيريال دي بتشتغل ازاي؟ احنا عرفنا في الاول خالص الكومبوزيشن بتاع الام تي اي، صح؟ اتكلمنا في الاول عن ايه؟ الكومبوزيشن بتاع الام تي اي اللي هو عباره عن ايه؟ بورتلاند سمنت وبسمس اوكسايد ومعانا كالسيوم سلفيت، واتكلمنا عن الكومبوزيشن بتاع البورتلاند سمنت كويس. بعد كده اتكلمنا عن السيتنج رياكشن او الهيدريشن رياكشن، ده بيتفاعل مع الميه بيطلع ايه؟ كذا. طيب بعد كده اتكلمنا عن البروبرتيز واحده واحده، السيتنج تايم، سيتنج اكسبانشن، والبوش اوت بوند سترينس، والبايكومباتيبلتي، والسيلينج، اتكلمنا حاجات كتير. طيب نفهم بقى الماتيريال دي بتشتغل ازاي او ميكانيزم اوف اكشن. من زي ما بنسمع كده كتير، الام تي اي ده ماده بايو اكتيف ماتيريال. يعني ايه ماده بايو اكتيف؟ الماده البايو اكتيف دي از ماتيريال which is able to form an apatite like layer on its surface when it comes in contact with physiological fluids. ماتيريال بتكون apatite like layer على السيرفيس بتاعها لما تبقى in contact مع physiological fluids. تمام. الابيتايت فورميشن دي از ا كومن كاركترستيك اوف كالسيوم سيليكيت كونتيننج بايو ماتيريالز. لو تسمعوا عن حاجه اسمها البايو سيراميكس، بايو سيراميكس هي عباره عن بايو وسيراميكس جايه من السيليكا. السيليكا يعني كالسيوم سيليكيت، بايو يعني بايو اكتيف ماتيريال، بايو اكتيف يعني بتنديوس ابيتايت لايك فورميشن. خلاص. فالابيتايت فورميشن ده از ا كاركترستيك اوف كالسيوم سيليكيت كونتيننج بايو ماتيريالز. عشان ما نبعدش عن الموضوع، الـ MTA Bioactive Material، يعني إيه Bioactive Material؟ يعني is capable of forming apatite like layer على السيرفيس بتاعها لما يحصل لها كونتاكت مع التيشو فلويدز. تعال نفهم بقى أكتر. الـ MTA لما بيحصل له سيتنج بيعمل ريليسنج للكالسيوم هيدروكسيد والكالسيوم أيونز. إيه اللي بيحصل؟ الـ pH بتزيد زي ما قلنا، الـ pH لما تزيد إيه اللي بيحصل؟ بيحصل inhibition للبكتيريال جروس. ماشي. طيب الكالسيوم أيونز دي بيحصل لها إيه تاني؟ بيحصل لها رياكشن مع التيشو فوسفيت. في فوسفيت موجود في الدنتين، الفوسفيت بيتفاعل مع الكالسيوم يكون الهيدروكس ابيتايت لاير، اذا هو ماده بايو اكتيف. طب الهيدروكس ابيتايت لاير دي هتعمل ايه؟ تعمل ادزوربشن للسيرم بروتينز والجروث فاكتورز اللي بتعمل بروموشن للاديجن والبروفليشن بتاع المينرال تيشو فورمينج سيلز. يعني الهيدروكس ابيتايت لاير دي
بتعمل ادسوربشن للسيرم بروتينز والجروث فاكتورز، وبالتالي يحصل بروموشن للسيل بروفريشن والمينراليزيشن ايه فورميشن. طيب ايه تاني؟ الكالسيوم ايونز بتعمل بروموشن للسيل مايجريشن ديفرنشيشن والابيوريجليشن بتاع السيرتوكاينز والبون بروتينز. يعني كل ده بندور ونلف حوالين ايه؟ حته البايو اكتيفيتي. ان انا عندي الكالسيوم ايونز بتتفاعل مع التيشو فوسفيت تكون الهيدروكسابتايت لاير، الهيدروكسابتايت لاير بتتفاعل مع السيرم بروتينز والجروث فاكتورز بتبروموت الادهيجن والبروليفريشن بتاع السيلز اللي تكون لي المينرال والهارت تيشو فورميشن. تمام؟ يبقى فهمنا البايو اكتيفيتي بتاعت الام تي اي ماشيه ازاي؟ يبقى البايو اكتيفيتي يبقى بنتكلم عن الهيدروكسابتايت لاير او الابتايت لاير. تمام؟ اهم حاجه في المحاضره الكلينيكال ابلكيشنز بتاعت ام تي اي. تاني احنا اتكلمنا عن الكومبوزيشن، السيتنج رياكشن، البروبرتي بتاعت الام تي اي، الميكانيزم اوف اكشن. حلو؟ الميكانيزم اوف اكشن قلنا مينلي الجزء بتاع الكالسيوم اينز وحته الفورميشن بتاع الابتايت لايك لاير والكالسيوم فوسفيت لاير وهكذا. كل الكلام اللي انا قلته ده بقى عايز اطبقه كلينيكالي. زي ما احنا شايفين في الصوره كده الكلينيكال ابلكيشنز بتاعت الام تي اي ممكن تكون ايه؟ بالب كابينج، ايه تاني؟ روت ريزوربشن، ابيكسيفيكيشن، روت اند فيلينج ماتيريال، بيرفوريشن ريبير، فوركا ريبير. فالام تي اي بستخدمه فعلا في اغلب السيتويشنز اللي بيحصل فيها مشاكل زي الروت ريزوربشن، ابيكسيفيكيشن، بيرفوريشنز وهكذا. خلاص ناخد واحده واحده. اول حاجه البالب كابينج. اي بالب كابينج ماتيريال، اي حاجه احطها على البالب رقم واحد لازم تكون ايه؟ بايو كومباتبل. زي ما اتكلمنا عن البايو كومباتبيلتي بتاعت الام تي، قلنا ان عنده اكسلنت تيشو او اكسلنت بايو كومباتبيلتي. حلو جدا. تاني حاجه البالب كابينج ماتيريال اللي انا عايز احطها انا محتاج منها ايه؟ محتاج ان هي تعمل لي فورميشن لكالسيفيك بارير، او محتاج ان هي تعمل لي دنتين بريدج فورميشن. طب هل الام تي عنده الاوبشن ده؟ حلو جدا. طب اما نيجي نقارنه بالكالسيوم هيدروكسيد هو احسن ولا الكالسيوم هيدروكسيد؟ الكالسيوم هيدروكسيد اقل بكتير من الام تي اي. ليه هو اقل؟ لانه بيكون البريدج ده في وقت اطول. ايه تاني؟ البريدج اللي بيتكون ده بيبقى فيه ديفكتس في الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد بيعمل لي بريدج فورميشن بس فيه ديفكت. البريدج فورميشن اللي بيتكون ده بيبقى ارفع من الام تي اي، بياخد وقت اطول. الكالسيوم هيدروكسيد بيعمل نيكروزس، بيعمل لاير اوف انفلاميشن تحت منه. الكالسيوم هيدروكسيد ممكن يعمل لي انترنال ريزوربشن، ممكن يعمل لي كالسيفيكيشن على عكس الام تي اي. تمام؟ يبقى الماتيريال اللي انا استخدمها في الدايركت بالب كابينج لازم تكون عندها باي كومباتبيلتي عاليه جدا، وزي ما قلنا الفرق بين الام تي اي والكالسيوم هيدروكسيد في البالب كابينج. ايه تاني؟ الاستاذ دي حلوه جدا. الاستاذ عامل باي بوجن ايتال كان بيشوف الام تي اي كبالب كابينج ماتيريال في كيريسلي اكسبوزد يونج بيرمننت تيس ويز ريفرسبل بالبايتس. كيريسلي اكسبوزد يونج بيرمننت تيس، يعني مثلا اللور 6 لسه اماتيور وحصل له اكسبوجر، كيريس اكسبوجر، والبيشنت كان عنده ريفرسبل بالبايتس. عمل بالب كابينج بالام تي اي لقى سكسس ريت 97.6%. يعني بنتكلم في يعني تقريبا 100% سكسس. وبنتكلم في حاجه كمان ان الفولو اب عنده هنا كان كام سنه؟ كان 9 سنين. بنتكلم في 9 ييرز فولو اب. معنى كده ايه؟ ان انا عندي ستادي بتقول ان الام تي اي ده اشتغلت بيه في بالب كابينج في حالات ريفرسبل بالبايتس في كيرس اكسبوزد بيرمننتيس ولقيت سكسس ريت حوالي 98% وفولو اب معانا لتسع سنين. اذا ده الماتيريال دي جباره، ده تحفه الحلاوه دي. تمام؟ وبعد كده حصل في الفولو اب كومبليت روت فورميشن. تمام؟ يبقى اذا دي ستادي حلوه جدا 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 عن استخدام الام تي اي في البالب كابينج عشان نبقى ماشيين ايفيدنس بيزد واحده واحده كده. انت بتقول الكلام ده ايه الاستاديز او ايه الايفيدنس اللي يقول ان كلامك ده مظبوط اهو قدامنا. تمام؟ طيب هل ممكن استخدم الام تي ده في البلبوتومي؟ زمان في البيدو كانوا بيشتغلوا بايه؟ ولحد دلوقتي بيشتغلوا بايه؟ في البيدو بيشتغلوا في الماكريزو، بيشتغلوا ببلبوتومي في البيدو في الديسيد واستيس. طيب الفورماكريزو من مشاكله ايه؟ ان هو حاجه سايتوتوكسيك. احنا قايلين ان اي حاجه هعمل بيها احطها على البلب لازم تكون ايه؟ بايو كومباتبل. طب اخبار البايو كومباتبيلتي بتاع الفورماكريزو ايه؟ لا وحشه جدا. وبالتالي لما جينا نستخدم الام تي اي وعملوا استاد استقارن بين الام تي اي والفورماكريزو، لو الام تي احسن في البايو كومباتبيلتي بكتير جدا من الفورماكريزو. طيب هل في عندي حاجه اسمها بارشال بالبوتومي؟ في حاجه اسمها كومبليت بالبوتومي؟ طبعا. ازاي؟ نفترض مثلا ان في عندي ابر سنترال
اماتيور ابر سنترال، مثلا ولد عنده 8 سنين اتخبط في سنته السنتر وحصل اكسبوجر، والعيان جالي مثلا بعدها بنص ساعه ولقيت الاكسبوجر موجود، ببص كده لا ده شكل الاكسبوجر لونه ريد، ما حصلش لسه داركنس للبلاد اللي موجود، تمام. ابص كده اجي افكر في التريتمنت بلان بتاعتي، هو اتخبط فيها من امتى؟ اتخبط فيها من نص ساعه. طب كويس جدا، طب هل الايبكس مقفوله ولا مفتوحه؟ لا الايبكس مقفول مفتوحه. طب الايبكس اللي مفتوحه دي انا محتاج اعمل لها ايه؟ محتاج اعمل حاجه اسمها ايبكسو جينيسيس. هي السنه فايتال ولا نكروتيك؟ فايتال. السنه مالها؟ فايتال. طب انا هعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ايبكسو جينيسيس. ايبكسو جينيسيس يعني ايه؟ بعمل انديوس للروت فورميشن مع الفايتال كيسز. ازاي؟ ان انا دلوقتي بشيل جزء من البلب تشامبر، سواء البارشل او كومبليت بالبوتومي، بعمل بارشل او كومبليت بالبوتومي اللي على حسب التايم وعلى حسب اذا كان المكان انفكتد ولا لا، وبحدد على هذا الاساس اذا كنت هعمل بارشل ولا كومبليت. ازاي؟ زي ما قلت كده، في خلال نص ساعه اقدر اعمل بارشل بالبوتومي. يعني ايه بارشل بالبوتومي؟ يعني بدل ما اشيل البلب تيش اللي في البلب تشامبر كله، اشيل مثلا نص او اشيل جزء منه، خلاص. طيب لقيت الولد اتاخر جالي بعد ساعه، يبقى انا ممكن اعمل كومبليت بالبوتومي، تمام، عشان اعمل حاجه اسمها ايه؟ ايبكسوجينيسيس، ان انا انديوس الروت فورميشن، وان البالب بتاعي الهيلث بالب اللي فاضل تحت ده هو اللي هينديوس ان يحصل روت فورميشن بعد كده، تمام. طيب انا كاتب برضو عندنا هنا اماتيور وماتيور، يبقى كده احنا فهمنا البالبوتومي سواء بارشل او كومبليت في الاماتيور تيس. طيب يا دكتور، هو انا ممكن اعمل بالبوتومي في اسنان ماتيور؟ يعني مثلا واحد جالي بلور 6 عنده سيمتوماتيك ايرفيزبل بالبايتس، هل ممكن اعمل له بالبوتومي واحط له ام تي اي؟ اه ممكن اعمل له بالبوتومي، بس احنا الاستاديز اللي شغال عليه اليومين دول حلوه جدا وبروميسنج، بس لسه برضه ما عندناش ستيب لونج تيرم ستاديز على البالبوتومي بتاع الماتيورتيز. يعني ممكن يلاقي الماكسيمم اللونج تيرم ستاديز اللي موجوده بنتكلم في 4 5 سنين، تمام. احنا محتاجين لسه ستاديز يعني مثلا 10 سنين ولا حاجه عشان نبقى برضه معتمدين على هذا التكنيك في ان احنا نستخدمه، اللي هو الام تي اي بالبوتومي في الماتيورتيز. احنا قلنا الام تي اي بالبوتومي سواء بارشل او كومبليت في الاماتيور احنا متفقين عليه، لما تكون السنه فايتال احنا معتمدين عليه في ايه؟ في الابيكسوجينس، لما تكون اماتيور. طيب لو كانت السنه مقفوله الرود بتاعتها الابيكس بتاعتها مقفوله، اقدر اعمل ام تي اي بالبوتومي في ماتيور توس؟ اه اقدر اعمل، بس لازم يكون عندي دايجنوزس مظبوط، لازم يكون عندي دايجنوزس صح واعمل كيس سيليكشن صح جدا، ودي ليها ليميتس معينه والموضوع كبير ومحتاج كلام كتير. اللي نستخلصه من الموضوع ده ايه؟ ان الام تي اي ماتيريال اقدر استخدمها في البلبوتو سواء في الديسيدوس تيس او في البيرمننتيس. الديسيدوس تيس قلنا بديلا للفورماكريزول عشان الباي كومباتيبلتي بتاعته وعشان الفورماكريزول سايتو توكسيك، وتاني حاجه في البيرمننتيس اقدر استخدمه في الاماتيور تيس، ممكن اعمل بارشل او كومبليت بالبوتومي على حسب التايم وعلى حسب الانفكشن وعلى حسب البليدنج اللي بيحصل من الاكسبوجر وهكذا، وممكن اقدر استخدمه في ماتيور تيس بس ببريكوشنز معينه، تمام. طيب الستبس بقى بتاعت بارب جامينج، نعمل كنترول للبليدنج الاول ونحط كوتون من صوديوم هايبوكلورايد يكون 1% كونسنتريشن، بنتكلم من 1 ل 10 دقائق عشان اعمل كنترول للبليدنج. بحط الام تي على الاكسبوز بالب بامالجام كارير ماتيريال، بحطها بعد كده عليها مويست كوتون بليت زي ما قلنا، ان انا بحط ويت كوتون بليت لمده 24 ساعه، اللي بيحصل البروبرتيز بتاعت الام تي افضل بكتير. بعد كده بعدها ب 24 ساعه بشيل الويت كوتون بليت واحط الفاينل ريستوريشن بتاعي. في كيس كانت جات لي في العياده، كان قاعد مثلا اتخبط في سنته، حصل اكسبوجر، جه بعدها بساعه انا قلت هعمل بالبوتومي، مش هعمل بارشل بالبوتومي، قلت هعمل بالبوتومي كومبليت بالبوتومي. بتعمل رقم واحد تدي الانستيزيا بتاعتك، تركب الرابر دام من اول ما تدي الانستيزيا، تركب الرابر دام بعدها على طول. لازم الستبس بتاعت البالبوتومي او البالب كابنج او ايا كان الفايتال بالب سيرب اللي هتعمله تستخدم فيه ام تي اي، لازم الستبس كلها يبقى عندك ستريكت ايزوليشن، ستريكت ايزوليشن، تمام. شلت الجزء الكورونال بتاع البالب تيشو، عملت كنترول للبليدنج، حطيت ويت كوتون بالصوديوم هايبوكلورايد 1%، تاكدت ان البليدنج واقف، عملت ابلكيشن للام تي اي بامالجام كارير، وبعد كده حطيت ويت كوتون باليت، وبعد كده جبته بعدها ب 24 ساعه حطيت له الفاينل ريستوريشن.
لازم اهم حاجه في الكيسز دي ان احنا نعمل فولو اب زي ما احنا شايفين كده. الفولو اب بعد 10 شهور ما شاء الله حصل كومبليت روت فورميشن، وكل ما يكون البالب فايتال ويكون عامل ايزوليشن كويس وعامل الدايجنوز بتاعك مظبوط وعامل ديس انفكشن كويس للمكان بتاع البالبوتومي، كل ما يكون الهيلنج بتاعك احسن. طيب دي حاله تانيه برضو استخدمتها، بس كنت استخدمت دي كانت من زمان قوي من اول ما اشتغلت مثلا في الهندو. كان كيس برضو حصل اكسبوجر في التو سنترالز، بعد كده ما كانش عندي الام تي اي، كنت استخدمت الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد ممكن نستخدمه في البلبوتومي برضو معانا، بس لما بعد كده لقيت الدنيا طولت وما حصلش فورميشن اسرع رحت شايله وحطيت الام تي اي، وبعد كده حصل كومبليت روت فورميشن. اوكي طيب ايه تاني ممكن استخدم فيه الام تي اي؟ اكيد اخدته في الكليه حاجه اسمها ريجينريشن او ريفاسكولاريزيشن. امتى استخدم الريفاسكولاريزيشن او ريجينريشن؟ استخدمه امتى؟ لما يكون في عندي حاله اوبن ايبكس بس نيكروتيك، بستخدم حاجه من اتنين، حاجه اسمها ام تي ايبكسيفيكيشن، حاجه اسمها ام تي ايبكسيفيكيشن او حاجه اسمها ريجينريشن هنتكلم عليه دلوقتي. يا دكتور حضرتك قلت ان لما البالب يكون فايتال والايبكس مفتوحه بعمل حاجه اسمها ايبكسوجينيسيس. ايبكسوجينيسيس ازاي يا دكتور؟ يا اما دايركت بالب كابنج، يا اما بارشال بالبوتومي، يا اما كومبليت بالبوتومي، بس البالب لازم يكون فايتال. طب يا دكتور البالب نكروتيك هعمل ايه؟ هقفل الجزء المفتوح تحت ده ازاي؟ زمان كانوا بيستخدموا الكالسيوم هيدروكسيد ايبكسيفيكيشن. ازاي؟ كانوا يعملوا ابلكيشن للنون سيتنج كالسيوم هيدروكسيد ويحطوا مثلا اسبوعين ثلاثه وبعد كده نشيله، اسبوعين ثلاثه وبعد كده نشيله وهكذا. وبعد كده الكالسيوم هيدروكسيد ده بيعمل اندكشن لكالسيفيك بارير فورميشن تحت عشان اقدر اعمل الاوبتيوريشن بتاعي واقدر اعمل فيلنج للروت في الجزء اللي هيتقفل بالكالسيوم هيدروكسيد. تمام؟ طيب التكنيك ده بياخد وقت طويل قوي وليه مشاكل كتير. ممكن يحصل عندي الفراكشر ريزيستنس بتاعت الروت تقل، ممكن يحصل انترنال ريزوربشن، بيحصل مشاكل كتير من التكنيك ده. طب يا دكتور احنا بقى عايزين حل سريع، ايه هو؟ عندنا حاجه من اتنين، يا اما نعمل حاجه اسمها ام تي ايبكال بلاج او الام تي ايبكسيفيكيشن او سنجل فيزيت ايبكسيفيكيشن، في عندي حاجه ثانيه اللي انا قلت عليها اللي هي الايه؟ الريفاسكولاريزيشن او ريجنريشن. خلاص؟ طيب ايه هي بقى الام تي ايبكال بلاج دي؟ ان انا بعمل ارتفيشال بارير من الام تي اي في الجزء المفتوح اللي تحت ده زي ما احنا شايفين في الكيس دي كده، زي ما احنا شايفين في الليفت سنتر اللي موجوده دي. ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ اوبن ايبكس وفي ليجن يعني نكروتيك. طب انا عايز اقفل الجزء اللي تحت ده عشان اقدر اعمل اوبتوريشن، اقفله بايه؟ بقفله بام تي اي بلاج. ازاي؟ ان انا بعمل بلاج من الام تي اي مينيمم سيكنس بتاعها يكون 4 مللي، بعمل سداده من الام تي اي في الجزء الايبيكال ده مينيمم 4 مللي. طب ليه يا دكتور ليه مينيمم 4 مللي؟ عشان ما يحصلهاش بوش اوت او يحصل لها ديسلوجمنت عشان ازود البوش اوت بوند سترينث بتاعي. خلاص؟ يبقى انا من الانديكيشنز بتاعت استخدام الام تي اي في الاندودونتكس ان انا استخدمه في الام تي ايبكال بلاج لما يكون السنه نكروتيك واوبن ايبكس. طب يا دكتور ماشي، حضرتك قلت لنا نعمل ام تي ايبكال بلاج 4 مللي اقل حاجه وبعد كده نكمل بقى فوقيه. ماشي. طب حضرتك احنا مش شايفين هنا حضرتك عامل 4 مللي، حضرتك عامل مثلا لحد نص الروت تقريبا، عامل لينس كبير. لما يكون الحاله بتاعتك محتاجه بوست انكور ممكن تعمل ايه؟ بدل ما نحط الام تي اي 4 مللي 4 مللي وبعد كده نحط جاتا بيركا ونشيل من الجاتا بيركا ونحط البوست، لا طب ما انا ممكن اعمل مثلا لحد نص الروت بالام تي اي والنص الثاني احط فيه الفايبر بوست على طول، بدل ما اعمل جاتا بيركا وبعد كده اشيل من الجاتا بيركا ثاني وبعد كده احط الفايبر بوست بتاعي. لا دي تريك كده ممكن تستخدمها عندك في شغلك لما الحاله تكون محتاجه بوست. ممكن اعمل نص الكنال او تلت الروت من تحت املاه ام تي اي والتلتين الباقيين دول احط فيهم البوست على طول من غير ما احط جاتا بيركا. طب لو هي مش محتاجه بوست، لا يبقى انت ممكن تعمل ايه؟ قال 4 مللي تحت ام تي اي والباقي هتكمله بالجاتا بيركا. خلاص ممكن اكملها وورم فيرتيكال كومباكشن او لاترال كومباكشن، بس حط ويت كوتون بليت لمده 24 ساعه، بعد كده هي تشيل الويت كوتون بليت اللي موجوده، اتاكد ان الام تي اي بتاعك نشف كويس عشان تقدر تعمل عليه كومباكشن. طب يبقى احنا كده عرفنا حاجه اسمها الايه؟ الام تي اي بكال بلاد او الام تي اي بيكسيفيكيشن. حضرتك قلت لنا في اوبشن تاني اسمه ريجنريشن او ريفاسكولاريزيشن. طب ده هستخدمه امتى يا دكتور؟ هستخدمه في الحاله دي. ازاي؟ زي ما احنا شايفين الحاله دي فيها ليجن موجود فوق اهو
والليجن معناها ان السنان نكروتك، يعني انا مش هينفع اعمل اكسوجينيسيس. حلو، طب ليه يا دكتور ما اعملش انتي ابيكال بلاج هنا؟ اقول لك عشان ايه. شايفين يا جماعه الابيكس هنا عامله ازاي، الدنتين عامل ازاي، فيري فيري ثين دنتين، فيري فيري ثين دنتين. طب الروت طويل ولا قصير؟ الروت قصير. طب لو انا دلوقتي جيت عملت ام تي اي بكال بلاج، الام تي اي كله هيعدي ولا لا؟ هيعدي. طب ما التانيه برضه ممكن يعدي، اه بس انا برضه مش هيفرق معايا حته يعدي ولا ما يعديش، اكتر هيفرق معايا في ايه؟ هل بعد ما انا احط الام تي اي الروت هيتخن؟ لا. هل الروت هيطول؟ لا. طب اخبار السنه ديت لو نزل عليها فورسز كبيره مثلا مع الماستيكيشن وكده، هل الروت ده هيستحمل الفورس اللي هتنزل عليه ولا ممكن يحصل له كراكس ويحصل له فراكشر؟ اه يبقى انا محتاج تكنيك احافظ بيه، مش احافظ بيه بقى، محتاج تكنيك اتخن بيه الروت واطوله في الحالات النكروتيك. هو ده الايه؟ الريفاسكولاريزيشن او الريجنريشن. ان انا بعمل ايه بقى؟ بعمل كومبليت ديس انفكشن للمكان ده كويس، بعمل إيه؟ افتح اكسس طبعا اندر ايزوليشن، واعمل الريجيشن كتير جدا، وبعد كده بحط تريبل انتيبيوتيك بيست. ادلكوا سمعتوا عنها في الكليه برضو في المحاضرات بتاعت الكليه. التريبل انتيبيوتيك بيست اللي هي عباره عن ايه؟ سيبروفلوكساسين وميترونيدازول وماينوسايكلين. دلوقتي قالوا الماينوسايكلين بيعمل ديسكريشن، بقى بنستخدم حاجه اسمها الدبل انتيبيوتيك بيست اللي هو الميترونيدازول مع السيبروفلوكساسين. انتيبيوتكس بعمل لها ميكسشر كده واحطها جوه فين؟ جوه الكنال هنا. طب ليه يا دكتور احنا ما عملناش كليننج اند شيبنج؟ هنعمل شيبنج بايه؟ بالفايلز. طب هل الفايلز هتعمل اي حاجه هنا؟ الفايلز لو انت جيت تستخدمها هنا هتعمل ايه؟ هتعمل ويكننج للروت ده اكتر ما هو ويك اصلا. فاحنا جاست بنعمل سلايت فايلنج عشان نشيل النكروتيك تيشو، سلايت فايلنج، وبعتمد مينلي على الجزء الكيميكال في الديس انفكشن. الكيميكال عن طريق ايه؟ عن طريق الاريجيشن وعن طريق الانترا كانال ميديكيشن. ايه الانترا كانال ميديكيشن؟ اللي هو الدبل انتيبيوتيك بيست. طيب والكيميكالز الثانيه اللي بستخدمها الاريجيشن الصوديوم هايبوكلورايت. يبقى انا كده بعتمد على دول عشان يعملوا ديس انفكشن للجزء النكروتيك والانفكتد اللي موجود جوه الروت كانال. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاجي الفيزيت اللي بعدها، بعدها باسبوعين يكون مفيش اي ساينز وسيمبتومز، هشيل الانترا كانال ميديكيشن، وبعد كده اعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها اندكشن للبليدنج. بروح جايب فايل 25 ومعدي بره الايبكس، بعمل اندكشن للبليدنج. لما باجي اعمل اندكشن هنا يعمل اعمل اخلي الفايل يعدي في المنطقه دي، الدنتال بابيلا اللي هنا في الابسيريز والملاسي بتطلع لي اندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز جوه الروت كانال. بستنى لحد اما البليدنج يوصل لحد الجزء بتاع الاورفيس هنا ويحصل له كلوتنج. الكلوتنج اللي حصل ده حصل وفي جروث فاكتورز وفي ستيم سيلز اتكونت في البلاد كلوت اللي اتكونت دي. يبقى في بلاد كلوت وفي جروث فاكتورز وفي اندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز. السيلز دي هيحصل لها ديفرنشيشن لاودونتوبلاست لايك سيلز. السيلز دي هتكون لي الدنتين للروت وتتخنه وتطوله. تمام؟ تعمل تزود السكنس بتاع الام تي اي بتاع الدنتين، وفي نفس الوقت هتزود اللينس بتاع الروت. يبقى انا في عندي بلاد كلوت حصلت، البلاد كلوت دي معاها جروس فاكتورز معاها اندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز. خلاص؟ الثلاث حاجات دول بيكونوا لي الدنتين فورميشن اللي بيحصل بقى، بيزود لي السكنس بتاع الروت ويزود اللينس. يبقى انا كده حافظت على السكنس وحافظت على اللينس، زودت اللينس بتاع الروت، وبالتالي احسن بكتير قوي من التكنيك بتاع مين؟ الام تي ابيكال بلاج. يبقى الام تي ابيكال بلاج ممكن استخدمها امتى؟ لو الكنال عندي الدنتين سكنس بتاعها كويس زي ما احنا شايفين في الكيس دي، وفي نفس الوقت الروت لينس كويس. خلاص؟ والوولز بتاعت الكنال تيوبولر بارل لبعضها كده، الوولز نفسها بتاعت الروت كنال تيوبولر. لكن لو الروت بتاعت الروت كنال هنا زي ما احنا شايفين هنا دايفرجنج ايبيكالي فاتحه كده لتحت، لا يبقى انا كده اي حاجه احطها هتعدي، ونفس الوقت الدنتين سيكنس قليل جدا، وبالتالي في حاجه زي كده استخدم مين؟ الريفاسكولاريزيشن. في حاله زي كده استخدم مين؟ الام تي ابيكالي. طب يا دكتور هل في كيس زي دي ممكن استخدم ريفاسكولاريزيشن؟ اه طبعا ينفع استخدم ريفاسكولاريزيشن. الريفاسكولاريزيشن اقدر استخدمه هنا وهنا، لكن الام تي بلوج، ام تي ابيكال بلوج هستخدمها هنا بس، عشان نبقى فاهمين بس احنا بنشتغل ازاي. تمام؟ ماشي. طيب ايه تاني؟ طب هل يا دكتور الام تي ده اقدر استخدمه في السيرجري؟ احنا قلنا في السيرجري مثلا زي الابيسكتومي بعمل ريترو بريباريشن، بعد الابيسكتومي بعمل ريترو بريباريشن وبعمل ريترو فيلنج. الفيلنج اللي لازم احطه تحت لازم يعمل لي سيلينج كويس، ولازم يكون بايو كومباتبل. هل كل ده متوفر في ام تي؟ اه بس عنده مشكله يا دكتور، حد يقدر يقول لي عليه؟
مشكلة الـ MTA في السيرجري ايه تفتكروا؟ سيتنج تايم. انت في سيرجري دلوقتي انت محتاج مادة ماتيريال يصل لها سيتنج بسرعة عشان انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ عند الروت تحت، عند التيشوز، عند البون والبلاد والانفايرمنت بتاع السيرجري، محتاج حاجة يحصل لها سيتنج بسرعة. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل ووش اوت للام تي اي بسهولة. فانا ممكن استخدم موديفيكيشنز بقى من الام تي اي هتساعدني ان يحصل سيتنج اسرع. حاجة زي البايودنتين السيتنج بتاعه اسرع بكتير، ده الانيشال سيتنج بتاعه هيحصل بنتكلم من ساعة لثلاث ساعات، البايودنتين بنتكلم في من 10 ل 14 دقيقة، فحاجة برضو السيتنج تايم بتاعها احسن بكتير. تمام، يبقى احنا كده شغل دماغك. انا روت اند فيلنج ماتيريال محتاج حاجة باي كومباتبل عندها سيلينج ابيليتي كويسة جدا، محتاج حاجة تعمل لي تحسن الهيلينج بتاعي وتساعد على الاوت كوم بتاعي يبقى احسن وتزود السكسس ريت، مش حاجة سايتوتوكسيك تعمل لي مشاكل بعد كده. تمام. قلنا تاني ايه من الابلكيشنز بتاعت الام تي اي؟ البرفوريشن ريبير. طيب برضو زي ما قلت البرفوريشن ريبير محتاج ماتيريال بايو كومباتبل، ماتيريال تعمل لي سيلينج كويس، ماتيريال ان هي تعمل لي ريمينراليزيشن وتعمل لي بريدج فورميشن تحت منها عشان اقدر اسيل البرفوريشن اللي موجود. طيب لو دكتور مثلا لو جت لي حاله واحد زميلي عمل فيها برفوريشن وجاي بقى له فتره طويله، طيب البرفوريشن ده يا جماعه مش بيبقى انفكتد؟ اه بيبقى انفكتد. انفكتد يعني ايه؟ يعني البي اتش عاليه ولا واطيه؟ لا قليله، بي اتش قليله. طب لو انا جيت احط الام تي اي يا دكتور والبي اتش قليله، البروبس بتاعته تبقى حلوه؟ لا، زي ما اتكلمنا قلنا البي اتش كل ما تعلى كل ما الام تي اي بقى احسن ايه؟ في احسن حالاته. يبقى انا محتاج اعلي البي اتش الاول. طب اعليها ازاي؟ ان انا احط كالسيوم هيدروكسيد ميديكيشن على البرفوريشن بعد ما اعمل له كليننج كويس، كيوريتاج، واعمل له اريجيشن كويس مكان البرفوريشن، وبعد كده احط الام تي اي بتاعي واستنى احط عليه سوري احط الكالسيوم هيدروكسيد انتراكانيال ميديكيشن. بعد ما احط الميديكيشن اجي بعدها باسبوعين يكون البي اتش بتاعت الميديا اللي حصلت دي بقت الكالاين. الالكالينيتي اللي حصلت دي هتحسن البروبرتيز بتاعت الام تي اي. اروح شايل الميديكيشن اللي انا حطيته وحاطط الام تي اي وحاطط عليه ووت كوتن بيلت، وبعدها ب 24 ساعه اجي اشيل الووت كوتن بيلت واحط ريستوريشن. خلاص فهمنا في حالات البرفوريشن ريبير بنعمل ايه؟ يبقى احنا حالات البرفوريشن ريبير لو البرفوريشن ده لسه ريسنت اقدر احط الام تي اي على طول. طب لو البرفوريشن ده بقى له فتره او ديليت برفوريشن ريبير اعمل ايه؟ لازم اخلي الميديا بتاعتي الكلاين الاول، احط كالسيوم هيدروكسيد ميديكيشن، واجي بعدها باسبوعين اشيله واحط الام تي اي بتاعي. طب حاجه ثانيه، هل البرفوريشن سايت وسايز هيفرق معايا؟ طبعا كل ما البرفوريشن يكبر كل ما اكون محتاج ماتريكس عشان لما اجي احط الام تي اي بتاعي ما يحصلوش اكستروجن. الماتريكس زي الايه؟ زي الكولا بلاج او الكولا كوت. كولاجين ماتريكس كده بيحصل لها ريزوربابل ماتيريال، بقدر احطها تحت الام تي اي عشان ما يعديش. طب الماتريكس دي ممكن استخدمها فين تاني؟ ممكن استخدمها في الام تي اي بكالبلاج، وانا بعمل الام تي اي بكالبلاج ازاي؟ ان انا بحط بحط الماتريكس الاول بخليها تطلع تنزل تحت عند الايبكس تحت، واقدر اعمل ادابتيشن واعمل كوندنسيشن للام تي اي اجينست الماتريكس اللي موجوده دي عشان الام تي اي بتاعي ما يعديش. طب يا دكتور هو الام تي اي بتاعي لو عدى في مشكله؟ لا، الام تي اي قلنا ماده بايو كومباتبل ماتيريال، بس ما تحاولش ما تخليش الام تي اي يعدي. يعني هي ماده بايو كومباتبل وكل حاجه، بس برضه حاول ما تخليش حاجه تعدي. ازاي؟ ان انا احط ماتريكس، سواء بعمل بيرفوريشن، سواء بعمل ام تي اي بكال بلاد، سواء بتعمل ريجنريشن، نفس الكلام. تمام؟ طيب دي كيس معمول اهي يا شباب، برضه بيرفوريشن موجود، تحط الام تي اي مكان البيرفوريشن. دي برضه تريك كده ساعات بتتعمل، ان احنا بعد ما نعمل بس ما نيجي نعمل بيرفوريشن ريبير حط الام تي اي بتاعك وبعد كده اعمل اتشنج وبوندنج حواليه، مش عليه هو، عليه حواليه، بعد كده بتحط فلوبر كومبوزيت عشان تقدر تعمل سكيورنج يعني البرفوريشن ريبير بتاعك. تمام، حط عليه فلوب الكومبوزيت على المنطقه بتاعت البرفوريشن ريبير بالذات. برضو الريتروزوربشن، هل اقدر استخدم الام تي اي في حالات الريتروزوربشن؟ اه طبعا. دي حاله مثلا، الحاله اللي على الشمال دي حاله كانت جات للعياده عندها انترنال ريزوربشن. طيب الانترنال ريزوربشن ده اقدر اقفله بايه؟ اقدر اقفله بلاستيسايزد جاتا بيركن، بلاستيسيرمو بلاستيسايز جيتا بيركن. طيب لو انا عندي الانترنال ريزوربشن ده عامل بيرفوريشن في الروت، هقفله برضه بلاستيسايز جيتا بيركن؟ لا، هقفله بحاجه بايو كومباتبل بايو اكتف ماتيريال تعمل لي سيلينج كويس، اللي هي مين؟
اللي هي الام تي اي، يبقى انا اقدر استخدم الام تي اي في الحالات اللي بيحصل فيها بيرفوريشن نتيجه الروت ريزوربشن، يعني عندي انترنال روت ريزوربشن حصل بسببه بيرفوريشن، في الحاله دي اقدر استخدم الام تي اي او اي بايسيراميك ماتيريال. طيب لو انا ما عنديش بيرفوريشن استخدم الثيرموبلاستيسايزد كاتابركا او استخدم الام تي اي، هو الام تي اي اقول لي لا لا اشتغل بيه برضه عادي مفيش مشكله، بس الاولى وافضل سيتويشن ليه استخدمه في حالات البرفوريتنج روت ريزوربشن. اتفقنا؟ تمام. لما يكون روت ريزوربشن عامل برفوريشن استخدم على طول بايسيراميك ماتيريال اللي هو الام تي اي، مش عامل يبقى ورم فيرتيكال ايه كومباكشن او سيرمو بلاستيز جاتابل. برضه في حالات الهوريزونتال روت فراكشر، يعني حاله زي دي كيس ريبورت اتنشر باي دكتور شوارتز ايتال، كان حصل تروما وحصل فراكشر هوريزونتال روت فراكشر بين الميدل وبين الجزء الابيكال 1/3. في الحالات اللي زي دي لو مفيش ديسبليسمنت بين الاثنين والحاله لسه ريسنت، اقدر اعمل اول حاجه تفكر فيها على طول فولو اب، تفولو اب الاول تشوف الدنيا اخبارها ايه، ممكن يحصل هيلينج للمكان ده من غير ما تعمل اي حاجه. تاني حاجه لو انا هتدخل بقى واعمل روت كانال تريتمنت، بسيب الجزء الابيكال ده، الجزء الابيكال ده بيبقى فايتال، الجزء الابيكال ده بيبقى فايتال، فما بعملش فيه اي حاجه، بعمل روت كانال تريتمنت للجزء اللي فوق ده بس. طب انا عايز اعمل سيلينج كويس في المنطقه اللي عند الفراكشر دي، اعمل لها سيلينج كويس بالايه؟ بالام تي اي. خلاص؟ تمام؟ يبقى في حالات زي كده اول حاجه فولو اب الكيس، لو ما فيش اي حاجه خلاص سيبها ما تعملش فيها اي حاجه خالص. طيب لو في موبيليتي او في بين او كده هنعمل اندو للجزء الكورونا بس، والجزء اللي تحت ده بيبقى فايتال بيريتين اتس فايتالتي. تمام؟ فبنعمل ام تي اي في الجزء اللي عند الفراكشر وبنكمل الباقي ورم فيرتيكال كومباكشن. ماشي. طيب هل ممكن استخدم الام تي اي كسيلر؟ ممكن. طلعوا حاجه كده اسمها الام تي اي في الايبكس. عباره عن ايه الام تي اي في الايبكس ده؟ عباره عن ميكشر من الام تي اي والريزن. الله، احنا حاطين الام تي اي على ريزن، تيجي ازاي دي؟ احنا عايزين نحط الريزن عشان نزود الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الام تي اي، الريزن الميكانيكال بروبرتيز بتاعته عاليه، فانا عايز استفيد من الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الريزن والبيولوجيكال البايو اكتف بروبرتي بتاعت الام تي اي، عايز استفيد من الاثنين مع بعض. لما عملوا البرودكت ده كان عامل ضجه جامده قوي، بس بعد كده طلع عليه ديس ادفانتجز كتير قوي. ايه هي؟ اول حاجه البوند سترينث بتاعه كان اقل بكتير من الروت كانال سيلرز الباقي زي الاي اتش بلس والاي روت سيلر بيست اللي هو باي سيراميك سيلر، يبقى كبوند سترينث كان اقل. ايه تاني؟ كسوليوبيليتي، كانت السوليوبيليتي بتاعته اعلى من ال ام تي اي وكان في بروزيتيز وكان في كراكس. ايه تاني؟ كان عنده هاير مايكرو ليكج زي ال ام تي اي نفسه وال اتش بلس. احنا بنقول ال اتش بلس هنا ليه؟ ان ده ريزن سيلر، ده بيور ريزن سيلر. خلاص؟ يبقى احنا لما جينا قارنا الميكس اللي احنا عملناه ده مع ال اتش بلس ومع ال ام تي اي الاصلي، لقينا ان السوليبيلتي بتاعته اعلى وبيحصل ليكج اكتر. والانتي بكتيريال افكت بتاعه اقل. وعنده سيتوكسيك افكت على السيلز. الله، ايه اللخبطيطه دي كلها؟ ايه تاني؟ مفيش كالسيوم هيدروكسيد فورميشن اتكون، حد يقدر يقول لي ليه؟ انت لما تيجي تعمل ميكشر لحاجه هيدروفيلك مع حاجه هيدروفوبيك، الاثنين هيحصل لهم سيتنج؟ يعني ازاي؟ يعني كل حاجه هيدروفيلك مع حاجه هيدروفوبيك، الميكشر ده ما يظبطش، مش هيحصل هيدريشن رياكشن للام تي اي مظبوط، وبالتالي مش هيحصل كالسيوم هيدروكسيد فورميشن. فهمنا؟ لما تيجي تحط ريزن مع ام تي اي هيدروفوبيك مع هيدروفيلك، الهيدروفيلك كومبوننت ده مش هيحصل له سيتنج كويس وبالتالي مش هيكون كالسيوم هيدروكسيد. طيب دلوقتي احنا عرفنا الكلينيكال ابلكيشنز. تاني افكركم تاني بالمحاضره، احنا اتكلمنا اول حاجه عن الكومبوزيشن بتاع الام تي اي، بورتلاند سيمنت وبسمس اوكسايد وكالسيوم سلفيت. بعد كده اتكلمنا عن الهيستوري بتاع الدكتور ترابنجاي اللي اخترع. بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن السيتنج رياكشن او الهيدريشن رياكشن. البورتلاند سيمنت بيتكون من ايه؟ تراي كالسيوم سيليكيت وده كالسيوم سيليكيت مع الووتر، طلعوا كالسيوم سيليكيت هيدريت وكالسيوم هيدروكسيد. بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ البروبرتيز بتاعت الام تي اي، سيتنج رياكشن، سيتنج تايم والسيتنج اكسبانشن والسترينث، اتكلمنا عن البوش اوت بوند سترينث، اتكلمنا عن البايكومباتيبلتي والسيلينج ابيلتي، عن المينراليزيشن بتاعه، المايكرو هارنس بتاعته، اتكلمنا عن بروبرتيز كتير قوي فيه. اتكلمنا عن البي اتش، البي اتش اهم حاجه البي اتش. بعد كده لما جينا نتكلم اتكلمنا عن الميكانيزم اوف اكشن، الام تي ده بيشتغل ازاي، كالسيوم اينز والهيدروكس اباتايت لاير،
الديلوكس ابيتايت لير بتعمل ايه وهكذا. بعد كده دخلنا بقى في صلب الموضوع، انا هستخدم الام تي ده في ايه؟ قلنا على حسب السيتويشن، كبالب كابنج ماتيريال يبقى انا محتاج ايه؟ ماده باي كومباتبل وتعملي سيلينج كويس وما تعمليش اي انفلاميشن وتكون لي كالسيفيك بارير بسرعه، ويكون كالسيفيك بارير ده كويس احسن من كالسيوم هيدروكسايد. اتكلمنا عن البلبوتومي بانواعه، اتكلمنا عن الابيكسيفيكيشن او الام تي ابيكال بلج، واتكلمنا عن الريفاسكولاريزيشن او ريجينريشن، وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده، تمام، وده بشتغله ازاي وده بشتغله ازاي. بعد كده اتكلمنا عن البرفوريشن ريبير، اتكلمنا عن الروت فراكشر، اتكلمنا عن السيلر، كل دي الابلكيشنز اللي اتكلمنا عنها. طيب ايه بقى الانواع الام تي اي المتاحه اللي موجوده في السوق؟ اول حاجه كانت طلعت خالص البرو روت ام تي اي اللي اتكلمنا عنه سنه 98، كان جراي وبعد كده عملوا منه الوايت اللي تحت منه، والام تي الانجلس اللي هو الجراي بعد كده عملوا منه الوايت، بعد كده عملوا حاجه اسمها مايكروميجا عملت ام 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 تي اي. شركه بايو ام تي اي طلعت الاورسو ام تي اي والريترو ام تي اي، دول شركه بيبودنت، يعني شركه بيبودنت اللي هي سبونسر بتاع المؤتمر عندها الاورسو ام تي اي والريترو ام تي اي. بعد كده في عندنا الاندوسيم ام تي اي، وعندنا الام تي اي بلس بتاع شركه سيركامنت وشركه افالون بايوميد في امريكا، وفي عندنا الاندوسيم ام تي اي برضو ده هنلاقيه مع شركه بيبودنت، وعندنا الام تي اي في الايبكس الاخر حاجه، وفي انواع كتير جدا من الام تي، بس دي ابرز البراندات اللي موجوده في السوق. ماشي، في من الام تي اي الحاجات اورس جريد وحاجات ريترو جريد زي ما احنا كاتبين كده، تمام. طيب كده يا دكتور حضرتك قلنا الام تي اي ده، احنا كده من كلامك الام تي اي ده معجزه ما شاء الله ملوش حل. طب هل الحاجه اللي يعني الام تي اي الفظيع ده ملوش اي عيوب خالص؟ لا ليه عيوب نتكلم فيه. ايه هي؟ اول حاجه الديسكالريشن بوتنشال، ديسكالريشن بوتنشال بيحصل ديسكالريشن بعد ما تحط الام تي اي. حد يقدر يقول لي ليه ديسكالريشن بيحصل؟ ليه؟ نتيجه البسمس اوكسايد اللي موجود. طيب البريزنس بتاع التوكسيك اليمنتس، البورتلاند سيمنت الاسمنت البورتلاندي ده مش فيه توكسيك اليمنتس؟ اه فيه المونيوم اليمنتس وفيه ماجنيزيوم وفيه حاجات توكسيك. ايه تاني؟ الديفيكالت هاندلنج كاركترستكس، هل بتقدر تعمله ميكسنج مظبوط؟ تقدر تعمل له ابلكيشن سهل؟ كل ده صعب. السيتنج تايم لونج، سيتنج تايم صعب. هاي ماتيريال كوست، هو غالي ولا رخيص؟ غالي جدا طبعا. ايه تاني؟ ابسنس اوف انون سولفنت فور ذيس ماتيريال، لو انا عملت ام تي اي بلاج او عملت مثلا حطيت ام تي اي، عملت ام تي اي اوبتيوريشن سي مثلا، هل اقدر اعمل له ريتريتمنت؟ صعب جدا. ديفيكالتي اوف اتس ريموفر افتر كيورنج، لو حاجه مثلا ريزن على ام تي اي، الاثنين دول عملت لهم مثلا كان الام تي اي في الايبكس، اقدر اعمل له ريتريتمنت؟ لا صعب جدا. الوش اوت اوف ذا انسيت سيمنت، الام تي اي لو حطيته في انفايرمنت فيها ليكويدز كتير او فيها فلويدز كتير يحصل له وش اوت، يدوب يطير. طيب تعالى نتكلم عن كل واحده بالتفصيل. اول حاجه الديسكالريشن، قلنا الديسكالريشن بيحصل بتاع الام تي اي نتيجه مين؟ البسمس اوكسايد. نتيجه مين؟ البسمس. ايه ده؟ البسمس اوكسايد وحش قوي، نعمل ايه بقى؟ ان احنا نعمل ريبليسمنت للبسمس اوكسايد. نعمله ريبليسمنت بايه؟ في الايودوفورم، الباريوم سلفيت، زيركونيوم اوكسايد، زنك اوكسايد، ليد اوكسايد، كل الحاجات دي ما بتعملش ايه؟ ديسكلاريشن. اشهرها الزيركونيوم اوكسايد. موجود فين الزيركونيوم اوكسايد ده؟ موجود في ماده اسمها البايودنتين، وموجود في ايه تاني؟ في البايو روت ار سي اس، وموجود في الاندو سيكونس بايو سيراميك سير. الزيركونيوم اوكسايد ده بديل لمين؟ للبسمس اوكسايد، عشان يشتغل كايه؟ راديو باسيفاير، عشان الماتيريال تطلع راديو اوبيك في الاكس راي. ايه تاني؟ التانتاليوم اوكسايد ده موجود في البايو اجريجيت. البايو اجريجيت والبايودنتين دي حاجات هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى احنا كده اول حاجه غيرنا الراديو باسيفاير اللي هو البسمس اوكسايد، عشان البسمس اوكسايد بيعمل ايه؟ ديسكلاريشن. طيب بريزنس اوف توكسيك اليمنتس، زي ما قلنا البورتلاند سيمنت الاسمنت البورتلاندي ده فيه حاجات توكسيك زي الالومنيوم اللي ممكن يعمل زهايمر. الالومنيوم ده بارت من الكالسيوم الومينيت اللي هي موجوده في البورتلاند سمنت، والالومنيوم ده ممكن يعمل ايه؟ الزهايمر. طب نحل الموضوع ازاي؟ قال لك هو البورتلاند سمنت ده انا عايز منه ايه؟ التراي كالسيوم سيليكيت والداي كالسيوم سيليكيت. طب ايه رايك اما اجيب دول بس، مش عايز حاجه ثانيه من البورتلاند سمنت، انا عايز التراي كالسيوم سيليكيت والداي كالسيوم سيليكيت بس، مش عايز اكتر من كده. يبقى اذا عملوا حاجات بنقول عليها تراي كالسيوم سيليكيت بيز، انا استخدم التراي كالسيوم سيليكيت بس بعيدا عن الاسمنت البورتلاندي. حلو. طيب الماتيريال الجديده بقى زي مين؟ زي البايودنتين والبايو اجريجيت. الماتيريالز دي بتعتمد على التراي كالسيوم سيليكيت كالبيز ماتيريال بتاعتها. طيب الماتيريال دي بنقول عليها بايو سيراميك ماتيريال. بايو سيراميك زي ما قلنا بايو سيراميك ليه؟ انها عندها القدره ان هي تكون
اللي هي الاباتايت لايك لاير، وفي نفس الوقت بتحتوي على طري كالسيوم سيليكيت. حلو، البايو دنتين والبايو اجريجيت. البايو اجريجيت الومنيوم فري، ليه؟ لان قلنا الالومنيوم زي ما قلنا في البورتلاند سيمنت ممكن يعمل ايه؟ كالسيوم، بيعمل الزهايمر. حلو، يبقى احنا كده اتكلمنا في البسمس اوكسايد غيرناه عشان بيعمل ديسكلريشن. البورتلاند سيمنت فيه تريس اليمنتس توكسيك، غيرناها وجبنا مكانها ايه؟ خدنا بس الطري كالسيوم سيليكيت، ده اللي احنا عايزينه بس. ومن هنا طلع الكونسيبت بتاع البايو سيرامكس زي مين؟ البايو دنتين والبايو اجريجيت. طب دلوقتي انا عندي الام تي اي ده صعب اعمل له ميكسنج، والابلكيشن بتاعه رخم وصعب جدا، اعمل ايه؟ طلعوا حاجه اسمها الام ام تي اي، عباره عن كبسولز. الكبسولز دي ليها دليفري تيب، بتقدر تدخلها في الامالجاميتور وتعمل دليفري ليها على طول. والكبسولات بتاعه البايو دنتين برده حلوه جدا، البايو دنتين بيجي في كبسولز بس كبسولز من غير دليفري تيب، مش شبه الريفا والحاجات التانيه دي، تبقى كبسول مقفوله زي الامالجم كده خلاص. تقدر تعمل لها ميكسنج في الامالجاميتور، وبعد كده تطلعها وتعمل لها ابلكيشن. الميكس الهاندلنج بتاعه هايل، البايودنتين من الحاجات الحلوه جدا 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 في المانيبيوليشن بتاعه خلاص. الام ام ام تي اي ده حلو جدا وليه دليفري تيب، يبقى احنا كده حسنا الايه؟ الهاندلنج والميكسنج. طيب اللونج سيتنج تايم، طب دلوقتي السيتنج تايم برضو بتاعنا ما حسناهوش في حاجه، السيتنج تايم بتاعه بطيء جدا، بنقعد بنتكلم في 3 ساعات، نحسنه ازاي؟ خصوصا لو انا مثلا بعمل بلبوتوم زي ما قلنا، حالات السيرجري، لو انا بعمل ابيسكتوم محتاج ماتيريال تنشف معايا بسرعه ولا ماتيريال لسه اقعد جنبها 3 ساعات؟ لا، محتاج ماتيريال تنشف معايا بسرعه. لو انا هعمل بلبوتوم وعايز احط الفيلنج دلوقتي، مش عايز استنى 24 ساعه، العيان مسافر، عايز احط الماتيريال بتاعت الام تي اي دلوقتي والعيان يمشي، اعمل ايه؟ محتاج ماتيريال سيتنج بتاعها اسرع. عشان كده طلعوا ايه؟ طلعوا ايه؟ طلعوا حاجات اسمها اكسلريتورز. اكسلريتورز يعني حاجات بتسرع السيتنج تايم، حاجات بتسرع ليه السيتنج تايم. زي ايه؟ زي حاجه اسمها الكالسيوم كلورايد. الكالسيوم كلورايد ده موجود في مين؟ موجود في الليكويد بتاع البايودنتين. موجود فين؟ الليكويد بتاع البايودنتين خلاص. فالبايودنتين معاه ليكويد فيه كالسيوم كلورايد. الكالسيوم كلورايد ده وظيفته ايه؟ اكسلريتور. الاكسلريتور ده بيعمل ايه؟ بيسرع السيتنج تايم. عشان كده لو انت عندك بالبوتوم او عندك بالب كابنج او عندك روت اند فيلنج او ايبيسكتومي، استخدم حاجه السيتنج تايم بتاعها سريع تحتوي على اكسلريتور. ماشي يا دكتور، ماشي. طب طلع لنا برضو حاجه، لو اتكلمنا دلوقتي عن الكالسيوم سيليكيت وطلعوا حاجه اللي هي تراي كالسيوم سيليكيت بيزد ماتيريالز، حلو، طلعوا بقى حاجه اسمها السيراكال. السيراكال ده عباره عن ايه يا دكتور؟ مش السيراكال ده عباره عن بايو سيراميك ماتيريال ومعاها ريزن عشان نعملها لايت كيورنج وكده؟ مش الماتيريال دي كده حلوه؟ مش الماتيريال دي ممكن استخدمها كبالب جامنج ماتيريال وتنشف معايا على طول بدل ما اجيب بايودنتين واجيب الحاجات دي؟ طب انا ممكن استخدم السيراكال ده على طول، مش ده سهل وحلو وانجكتابل وجميل؟ زي ما قلنا احنا دلوقتي السيراكال ده عباره عن تراي كالسيوم سيليكيت معاه ايه؟ ريزن. معاه ايه؟ ريزن. طب الريزن ده عباره عن ايه؟ هيدروفوبيك ماتيريال. هيدروفوبيك مع حاجه هيدروفيلك، اتوقع ان الحاجه الهيدروفيلك دي يحصل لها هيدريشن، يحصل لها سيتنج؟ لا. طب هي ما حصلهاش سيتنج، ايه اللي هيحصل؟ مش هيتكون كالسيوم هيدروكسيد، وبالتالي الجزء البايو اكتيف بتاعها مش هيبقى موجود. يبقى انا دلوقتي الميكسنج بتاع الريزن مع الحاجه التراي كالسيوم سيليكيت بيزد ماتيريال، الاثنين دول ما يختلطوش ببعض، لان الحاجه الهيدروفوبيك مع الحاجه الهيدروفيلك هياثروا على بعض. الحاجه الهيدروفيلك دي مش هيحصل لها سيتنج، مش هيحصل لها هيدريشن، وبالتالي مش هتكون الكالسيوم هيدروكسيد، وبالتالي مش هتبقى بايو اكتيف. يبقى انا استفدت بريزن ان هو خلى الماتيريال خلاها تنشف بس بسرعه. طب كبايو اكتيف ماتيريال بقى مفيش بايو اكتيفيتي خالص، مفيش كالسيوم هيدروكسيد طلع، فاثر على الهيدريشن بتاع الماتيريال. فهمنا القصه؟ طيب يبقى الثيراكال ان هو ما بيطلعش كالسيوم. حاجه كمان مهمه ان الثيراكال طلع ان هو سايتوتوكسيك، ما يحصل له كونتاكت مع البالب سيلز. سايت توكسيك ماتيريالز لما يحصل لها كونتاكت مع البالب سيلز، تمام؟ فدي برضو مشكله في الثيراكال. برضو يضيفوا حاجه اسمها الووتر سوليبل بوليمرز. قال لك عشان احسن الفلو بتاع الماتيريال واحسن المانيبيوليشن بتاعها بنحط بوليمرز فيها. البوليمرز دي ووتر سوليبل بوليمرز، وظيفتها ايه؟ عشان احسن الميكسنج بتاعها، وفي نفس الوقت برضو عشان الوش اوت بتاع الماتيريال يقل. الوش اوت بتاع الماتيريال يعني الام تي اي بعد ما اعمل له ميكسنج واحطه على الابلكيشن سايد او الاوبريشن سايد بتاعي، اضمن منين الام تي اي ده مش هيدوب، مش هيحصل له وش اوت، مش هيتشال،
بدأوا يحطوا له حاجة اسمها إيه؟ بوليمرز. البوليمرز دي بتعمل إيه؟ بتقلل الوش أوت بتاع الماتيريال. لما تقلل البوش أوت بتاع الوش أوت بتاع الماتيريال يحسن السيلينج ابيليتي بتاعت الماتيريال، ما يحصلهاش ديس انتجريشن بسرعه. يعني انا في مكان فيه بلاد كتير، لو مكان فيه بلاد كتير ومحتاج احط ام تي اي، لو حطيت الام تي اي على البلاد اللي موجود ده هيحصل ايه للماتيريال؟ هيحصلها وش اوت، مش هتمسك نفسها، مش هيحصلها سيتنج اصلا، وهتدوب وهتفرول كده وتدوب خلاص. وبالتالي عشان يحسنوا حاجه زي كده حطوا بوليمرز عشان تقلل الوش اوت بتاع الماتيريال خلاص. زي ايه؟ زي الاديشن بتاع الانتي ووش اوت ليكويد للام تي اي بلس اللي بيقلل الوش اوت كومبير تو الانتي انجل الصغير ام والام خلاص. يبقى كده اتكلمنا عن الكومبوزيشن بتاع الام تي اي في الاول، الهيستوري بتاع الام تي اي ومن اللي اكتشفه والمنتجات اللي طلعت في الاول، بعد كده اتكلمنا عن الهايدريشن او سيتنج رياكشن، بعد كده اتكلمنا عن البروبرتيز بتاعت الماتيريال، اتكلمنا عن كل حاجه فيها فيزيكال وميكانيكال بروبرتيز بتاعتها والبي اتش بتاعتها وهكذا، اتكلمنا عن الميكانيزم اوف اكشن، اتكلمنا عن الكلينيكال ابلكيشنز، اتكلمنا عن الافيلابيليتي بتاعت الام تي اي اللي موجوده في السوق، قلنا بعد كده الدروباكس بتاعته ايه، هي مشكلات الام تي اي اللي حصلت فيه، بعد كده اتكلمنا عن الامبروفمنت اللي حصلت فيه عشان نحسن الدروباكس اللي موجوده. بس كده خلصنا اخر جزء عندنا الريفرنسز. حد عايز يقرا في الموضوع بقى ان ديتيلز؟ عندنا 3 بيبرز بتوع الدكتور طرابنجات، المينرال تيروكسيد اجريجيت، دكتور طرابنجات طبعا اللي اخترعه، عمل استاديز كتير قوي، دول اهم ثلاثه عملوا، كومبرهنسيف ليتريتشر بارت 1 الليكج والبايو كومباتيبلتي، الكلينيكال ابلكيشنز، الدروباكس والميكانيزم اوف اكشن، الكيميكال والفيزيكال والانتي بكتيريال بروبرتيز. دول اهم ثلاثه بيبر للام تي اي باي دكتور محمود طرابنجات. في بيبر برضو معموله باي دكتور جوزيت كاميليري. دكتور جوزيت كاميليري دي يا جماعه من اشهر الناس اللي بتشتغل على الام تي اي والبايوسيراميكس، من اشهر الناس اللي بتشتغل على الام تي اي والبايوسيراميكس. لو حد حابب يدور على اي حاجه في الموضوع ده يخش على دكتور جوزيت كاميليري خلاص، عامله كتاب مخصوص عن الام تي اي تمام. بعد كده دي بيبر اخيره ريفيو ارتكل معمول عن المينرال تيروكسيد اجريجيت. نحاول يا جماعه اي ماتيريال نشتغل عليها او نشتغل بيها ندور على الايفيدنس بتاعها، لازم تكون ايفيدنس بيزد جدا. اي حاجه شوف، خش كده على باب ميد او ويب اوف ساينس او بنك المعرفه المصري واكتب الحاجه اللي انت عايز تسال عليه خلاص، ودور كده شوف الارتكلز اللي موجوده عليه، وخليك في حته ايه، خليك في الجزء بتاع الريفيو اوف ريفيو ارتكلز او الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيو او كلينيكال ترايلز، خليك في الحاجات العاليه في الايفيدنس. ايه الحاجات العاليه في الايفيدنس اللي اخد بيها وانا مطمن؟ السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيز، سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيز. ايه تاني؟ ريفيو ارتكلز. ايه تاني؟ الكنترولد ترايلز، راندمايزد كنترولد ترايلز، يبقى كلينيكال ترايلز شغاله على عيانين. اقل حاجه خالص تاخد بيها الاكسبرت اوبينيون، لو الدكتور صاحبك كده ومشهور ومعروف اقل حاجه انك تاخد برايه في حاجه زي كده. بس دور واعمل سيرش كويس ودور على الايفيدنس كويس تمام. بس يا جماعه ثانك يو فيري ماتش. اي اسئله؟ دكتور عبد الرحمن معانا؟ معاك يا دكتور، لو في اسئله هرد لحضرتك. حاضر تمام اتفضل. انا بس كنت حابب كده احط لهم صوره. بس هحط لهم صوره اخيره عشان الجزء بتاع الريفاسكولاريزيشن عايزهم يتخيلوه. معلش يا دكتور عبد الرحمن كده افتح الشير بتاعي كده. معلش. نعم يا دكتور. افتحي بس الشير كده معلش، اظهر اظهر السكرين بتاعتي كده. تمام يا دكتور. ظهر تمام. تمام يا دكتور. بس الجزء يا جماعه بتاع ريفاسكولاريزيشن، احنا قلنا الام تي اي بلاد انك بتحط ام تي اي في اخر 4 مللي وتكمل الباقي مو فيزيكال كومباكشن،
هنا الجزء بتاع ريفاسكولاريزيشن او ريجنريشن زي ما قلت انت بتعمل كومبليت ديس انفكشن الاول الريجيشن، تحط دبل او تريبل انتيبيوتيك بيست وتجيبه بعد اسبوعين، تعمل تشيل الانتيبيوتيك بيست وبتعمل الريجيشن بايديتا، ولازم تكون طبعا حاطط الرابر دام بتاعك، والانستيزيا اللي تديها للعيان يكون ما فيهاش فازو كونستريكتور، يكون الانستيزيا ما فيهاش فازو كونستريكتور. ليه؟ لان انا هحتاج اعمل اندكشن للبليدنج، محتاج ان انا اعمل اوفر اكستنشن للفايل بتاعي بره الايبكس عشان اعمل اندكشن للبليدنج، فما تديش انستيزيا في فازو كونستريكتور. لما تعمل بقى الاندكشن للبليدنج هتستنى لحد ما البليدنج يوصل لعند الاورفيس هنا كده ويحصل له كلوتنج، بعد ما يحصل له كلوتنج هتعمل تجيب تحط ماتريكس زي ما قلنا كده الكولاجين ماتريكس، كلها كوت او كلها بلاد او سبونج كده بتبقى محطوطه ريزيرف بالسبونج، بتتحط هنا ليه؟ بتتحط هنا عشان الام تي اي بتاعك ما ينزلش تحت، عشان الام تي اي بتاعك ما ينزلش تحت. وظيفه الام تي اي هنا ايه؟ ان هو يعمل كومبليت سيلينج في الجزء الكورونا، اعمل كومبليت سيلينج في الجزء ده الكورونا. بعد كده السيلز بقى اللي طلعت مع البلاد كلوت مع الجروس فاكتورز مع كده بتعمل فورميشن لاودونتو بلاست لايك سيلز، تعمل تزود السيكنس بتاع الدنتين وتعمل تزود اللينس بتاع الروت وتقفل لي الايبكس. خلاص ده باختصار ريفاسكولاريزيشن او ريجنريشن مقارنه بمين؟ انت يبقى البلاد، وقلنا امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده. الريفاسكولاريزيشن اقدر استخدمه هنا واقدر استخدمه في الحاله الثانيه، اقدر استخدمه في الحالتين خلاص. لكن لو عندي الدنتين سيكنس كويس والكنال وولز تيوبلر كده بارل اللي بعضها والروت لينس كويس اقدر اعمل ام تي ابيكال بلاج. طب لو الحاله محتاجه بوست وكور اقدر املى نص الكنال مثلا ب ام تي اي واحط فايبر بوست في باقي الكنال، بدل ما احط جاتا بيركا واشيل منها تاني وبعد كده احط الايه جاتا بيركا تاني خلاص او البوست تاني. فهمنا يا جماعه؟ في اي اسئله؟ حطيت الجوجل فورم يا دكتور عبد الرحمن. اه دكتور حطيته لما بدأت حضرتك تتكلم عن الريفرنس كده قبليها بشوية. طب تمام، نملى الجوجل فورم فيها الأسئلة يا دكتور عبد الرحمن صح؟ اه بالظبط يا دكتور. اه في سؤال، في سؤال يا دكتور انا عرضه على الشاشة حضرتك. لو اتصلنا بدكتور الام تي اي كيف ممكن نزيله؟ الريجيشن وممكن بكي فايلز. الريجيشن هو مش هيحصل له كومبليت سيتنج وانت شغال، مش هيحصل له كومبليت سيتنج، هو بيحصل له انيشال سيتنج. فلو انا عايز اشيله ممكن سيرنج كده بسلاين او ديستلد ووتر واعمل له اريجيشن كده بتدوبه وممكن تدخل فيه بكي فايلز تمام، هيحصل له ان هو يدوب معاك على طول. تمام شكرا يا دكتور سلمى، شكرا جزيلا. بعد ما نشف في اسبوع لا يبقى لازم نستخدم التراسونيكس، بتجيب التراسونيك تيب بس دي بتبقى ريسكي شويه، محتاجه حد بقى ايه سكيلد. لو حاجه ستريت فورورد مثلا ابر سنتر ولا حاجه ممكن ماشي، طبعا اندر ماجنيفيكيشن تستخدم التراسونيكس. التراسونيكس بتعمل دريلنج وذن الام تي اي نفسه، لكن لو نشف منك وانت شغال في نفس الفيزيت لا. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور محمد. شكرا يا دكتورة من أكاونت. عفوا يا دكتور، عفوا. احنا اللايف ده هيبقى سيف يا دكتور صح؟ اه بالظبط يا دكتور، هيكون على البيت. يا جماعه بالاكسلنس اندونتكس ده فيسبوك جروب، احنا ما شاء الله احنا معدين ال 100,000 ممبر سبيسيفايد للاندونتكس. بس بعمل انفيتيشنز ليكم كلكم انكم تدخلوا الجروب، هتستفيدوا جدا جدا جدا. الجروب رولز بتاعتنا حلوه جدا محترمه جدا، عندنا ما فيش اي حد بينشر اي حاله من غير رابر دام، لازم تكون كل بوست في كل حاله يكون ليرنينج بوست، لازم يكون في معلومة إضافية تضيف لك.
احنا الغرض من الجروب مش الشو اوف ان احنا نعرض حالات واو وحلوه من غير ما نعرف انت عملت كده ازاي. لازم تعلمنا تقول لنا انت عملت كده ازاي. اللي في عندنا اكتر من كونفرنس بيتعمل، محاضرات اونلاين، في عندنا جزء ليرنينج كمان، من في عندنا مسابقات بتتعمل، كونتيستس نعمل في جوائز قيمه وكده. فبعمل لكم انفيتيشنز كلكم انكم تدخلوا على الاكسلنس اندونتكس، هتتبسطوا جدا من الجروب. حد عنده اي اسئله؟ انا تحت امرك. نشوف اللينك بتاع اللايف ده كده. تمام كده يا دكتور، تقريبا مفيش أسئلة. ماشي يا دكتور عبد الرحمن. تمام يا دكتور، مبسوط والله اني اشتركت معاك والله، وان شاء الله نكرر المرة الجاية بإذن الله. شكرا. اي اي دي اس. شكرا جزيلا.